قول يا اخينا، مش دي برضو قهوه المعلم حسنين؟ ايوه. هو في ايه؟ هو قاعد اهو. اشكر. ازيك يا معلم حسنين؟ اهلا وسهلا. انا محسوبك سيد القطط. انا اصلا من بحر يا معلم، اتعرفت على رجاله من اسيوط بيشتغلوا في المعمار، هم اللي دلوني عليك يعني عشان تشوف لي سكه شغل هنا في الغردقه. شغل ايه اللي بتدور عليه دلوقتي؟ ده اللي لسه كانت فيه الروح، طلعت اليومين اللي فاتوا دول. نصيحه من اخ، الدله مكان تاني غير الغردقه. خلاص البلاد اللي كانت عايشه على السياحه اقول عليها يا رحمن يا رحيم. ايوه بس كده يا معلم، انا كنت عشمان في خير يعني. ما قلتليش بقى مين من حبايبك القصايط اللي دلوك عليا هنا؟ الشيخ عصام. عصام مين؟ الشيخ عصام شاهين. وتعرفوا من وين الشيخ عصام شاهين؟ كنا زملاء على برش واحد مؤاخذة. بقى كده؟ بقول لك ايه؟ اتوكل على الله من هنا دلوك، بدل ما اخلي الرجالة يضربوك علقة ما تلاقيش حمار في مطلع. بالراحة يا معلم، مش كده ايه؟ اتوكل! أنا جايب خبر كتير أوي للشيخ عصام، ولو ليك سكة معاه قول له على الأمارة دي. من سنة وشهرين كان عندنا تفتيش مفاجئ في الزنزانة، والشيخ عصام كان معاه ورق مخبيه مش عايز حد يشوفه. محسوبك بقى خد الورق قطعته ودفسته في هدومي وطلعت على المحرقه ولعت له فيه. لحسن تكون نسيت، محسوبك سيد القط وجايب خير كتير قوي للشيخ عصام. هعدي عليك هنا بعد بكره الصبح، يمكن ربنا يكون قدرك على فعل الخير يا معلمه. ربنا يديم المعروف. سلام. المية تروي العطشان وتطفي نار، المية يا ابو الليا. فاضل بيه. موجود ولا ايه؟ موجود في انتظارك، اتفضل. ساي تبعده من هنا احسن. ها ما تقلقش، مش هعمل لك حاجه. ستاي اتفضل سعادتك، ما تخافش. ابعده احسن. ما تقلقش، اتفضل سعادتك. بس بيني وبينك برضه في الظروف دي كلب زي ده ينفع برضه بصراحه. يا حبيبي يا اهلا. ايه يا عم الوحش اللي انت طالقينه بره ده؟ يا راجل حرام عليك، وحش ده نسمه. نسمه. تعال اتفضل اتفضل. تعال اعمل لك كاس. الصبح كده بدري يعني؟ يا سيدي اعمل لك كاس صغير. ايه رايك في اللي بيحصل؟ والله كان لازم يحصل. يعني ما كانش في حل تاني. ايوه فضل اخويا، بس هو لو كان سلم لعمر سليمان من الاول كانت الناس هدت، ما كناش وصلنا لكده. بص يا ميزو، في حاجات لما تجيب اخرها ما ينفعش ان احنا نطول في عمرها. كده كده كان هيقع. هيقع امتى بقى؟ هيقع ازاي؟ دي مجرد تفاصيل. بس بيني وبينك هو كان طماع. كان عايز اكتر. يا عم هو ما كانش له دعوه باي حاجه اخر كام سنه، الجماعه اللي حواليه هم اللي طماعين وهم اللي جابوا الارض. حبيب قلبي، طب وبعدين البلد رايحه لفين؟ البلد رايحه على فين؟ والله يا ميزو زي ما قلت لك قبل كده، البلد دلوقتي على كف عفريت. بص احنا لغايه دلوقتي في الامان، بس الواجب بقى اننا نبتدي نحرس. محدش ضامن ايه اللي هيجرى. ايوه نحرس ازاي بقى؟ نعمل ايه؟ نأمن كل حاجة ونبتدي بأرواحنا. حبيب قلبي هو مش عايزني أقلق وأنت بنفسك ابتديت تقلق. لا 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 لا، ثانية واحدة ثانية واحدة. أنا ما قلتلكش اقلق، أنا قلتلك حرس. بص يا ميزو، أما الناس يبقى عندها القدرة إنها تنزل الراجل الكبير من على الكرسي، واخد بالك؟ يبقى كل شيء وارد. الناس اللي مصحصحة بقى لازم تبقى عاملة حسابها. أنا مش فاهم.
هتكسك وتعالى. يلا. بقول لك، ما فكرتش قبل كده تشتري يخت؟ يخت؟ حلو يا اختي. امسكه. ايه ده؟ بص على ده كده. ده يخت بتاع واحد شيخ من الخليج. راجل لطيف قوي، معرفه قديمه، حبيبي زي معتز كده. هو سايبه هنا عشان عايز يبيعه. انت عايزني انا اشتري يخت ليه؟ دلوقتي انت قلت لي معاك دهب بقد ايه تقريبا؟ يعني قول 15 20 مليون كده. اتفضل. عظيم. الراجل طالب في اليخت 7 مليون يورو. بص يا ميزو، الواحد علشان يكون محرص مظبوط لازم يكون دايما عامل حسابه على الخلعان، يعني اول ما يحس انهم جايين علشان يعكشوا يقوم كاتت على طول. يخت زي ده وهنا صدقني فرصه ما تسيبش. خده معاك في الرجل المدام. انا ما بقتش فاهمك خالص يا فاضل اخويا بصراحه. اخر مره قعدنا فيها مع بعض في مصر قلت لي افكر كويس واقعد هنا واشوف ازاي استفيد من الموقف. يا سيدي ما انا بقول لك نفس الكلام دلوقتي، انا كل اللي بقوله بس نأمن نفسنا. بص خلينا نحسبها مع بعض. ايه الخطر؟ ايه اسوأ الاحتمالات؟ هيحولوك للنيابه؟ تمام، يعني هيقبضوا عليك؟ هيصادروا فلوسك؟ الاصول بتاعتك هتتحط تحت الحراسه؟ ثم يتتبعوا بعد كده حساباتك اللي بره مصر؟ يخاطبوا الحكومات اللي هناك عشان تجمد الفلوس بتاعتك؟ يجمدوا الفلوس اللي هناك؟ كده بقيت سيادتك في السجن وكمان على الحديده. حبيب قلبي الله يبشرك بالخير. نقوم نعمل ايه بقى؟ نأمن نفسنا ازاي؟ اولا يجوا علشان يقبضوا علينا ما يلاقوناش. نبقى اشترينا اليخت وكمان ما يلاقوش معانا فلوس علشان يصادروها. كل الفلوس تكون طلعت بره، ما ناقص غير شويه الذهب. حلو. الاصول بتاعتنا بقى تتحول كلها لشركات اجنبيه زي ما هنعمل بالظبط في حته الارض بتاعت المدام. كده مش هقدر اعمله فيها اي حاجه لانها هتبقى محميه باتفاقات التجاره الدوليه. ايوه دي بقى هنعملها ازاي؟ نفس الشركه السوري بتاعت الارض اللي هنسجلها في قبرص هنعمل زيها شركه تانية علشان التوكيلات بتاعت العربيات. وهنعمل شركه ثالثه علشان المزرعه بتاعت الطريق الصحراء. من دلوقتي بقى اكلم المحامي بتاعك علشان يجهز الورق. نكلمه. هيتبقى كده عندنا الحسابات اللي بره مصر. سيدي عايزه لف ودوران. يا عم نلف وندور، دي فلوس كتيره مش قليله. طيب خلينا دلوقتي كده في حموتها نقوم نبص على اليخت نعينه على الطبيعه وبعد كده انا هفطمك على اللي فيها. بس يعني على مالك، خلص كاسك الاول. كاس يا فاضل اهو كاس اهو. أمي فضل. أيوة أنا يا حبيبتي. ها اتفسحتوا؟ لا لسه ما اتفسحناش، بس أنا ومامي هنروح البحر. أنت وحشتيني قوي. وأنت كمان وحشني. عايز تكلم مامي؟ أيوة هي جنبك؟ أيوة هي موجودة جنبي. مامي بابي عايز يكلمك. تمام يا حبيبتي يلا اطلعي. ايوه يا اسامه ازيك؟ الحمد لله على السلامه. انت رجعت البيت مش كده؟ رجعت. وحالتك ازايها؟ انت خلاص بقيت كويس. انا بقيت كويس قوي زي الجن وبعرف اتحرك خلاص. بس الدكتور عايز نقعد اسبوع كمان في البيت عشان يطمن. طب ما تسمع كلام الدكتور وتقعد اسبوع كمان. انا خلاص مش قادر استعمل، مش طايق، عايز اخرج واتحرك. هشوف. المهم انت عملت ايه بعد اللي حصل امبارح؟ ده انا كان نفسي يبقى معايا قنبله نوويه وانزل افجرها في ميدان التحرير. اهدى يا اسامه. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ الله يخرب بيتهم يخربوا البلد. وبعدين انتوا قاعدين في مارينا الغردقه وسايبيني هنا لوحدي؟ انا خلاص هفرقع. اهدى يا اسامه ارجوك وبلاش انفعال وتهور. البلد خلاص ما بقتش في ايدينا ومفيش حد هيسندك، يعني ممكن في ثانيه تلاقي نفسك في مصيبه. طب ممكن لو سمحت بس تسمع كلام الدكتور لما يعدي الاسبوع دوت وتقوم بالسلامه فتعال علينا. حاضر حاضر خلاص يا اسامه هبقى اكلمك. في ايه؟ يلا باي باي.
رجعتي تتكلمي معاه تاني؟ يعني اعمل ايه يا ماما؟ بعد العلقه الاخيره اللي اخدها ودخول المستشفى ما كانش ينفع اقطعه. ما انت عارفه اسامه ده كان ممكن يروح فيه. انت محتاجه تبصي لنفسك شويه يا حبيبتي. ابص لنفسي انا اعمل ايه؟ دلوقتي انت بقالك 3 سنين متطلقه ولسه ما بقاش في راجل في حياتك. لو فضلتي سايبه نفسك للجنان بتاع اسامه دوت هيضيع شويه السنين اللي فاضله من عمرك. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه يا ماما. كل اللي بيحصل دلوقتي خانقني بجد. انا مخنوق مش عارفه اعمل ايه. ايه يلا يا باشا. انت ما وقفتناش هناك ليه؟ مش ده المركب اللي موجود في الكتالوج؟ بصراحه طبعا ده اللي انت شفته بس ده نفسي اوريه لك بس ده حرق قوي يا ميزو. حرق يعني مش فاهم. لا لا حرق شويه. ده اصلا ب70 مليون بس في الظروف المالية اللي احنا فيها صاحبه خلع وسايب جوز بنته علشان يخلص فيه على 30 مليون. 30 مليون؟ اه 30 مليون. بقول لك اصلا ب70 مليون، انت عارف ده صاحبه مين يعني؟ عبد الفتاح النادر. بتاع المقاولات؟ ايوه يا سيدي، واحد من الناس اللي عملتهم وخلعت اول ما الهوجه دي ابتدت. جوز بنته بدر جولة حبيبي زي ميزو كده. ده بقى اولا فلوسك متصابه، ثانيا حصل احنا خايفين منه نبات ونصحى نلاقي نفسنا في البرازيل. برازيل؟ برازيل بعيده برضه. حلو. لا بس ده حرق قوي. لا نشوف التاني. يا عم خلينا في البرازيل. تعالى تعالى وريني. ناخد فكره؟ اه بس هنطلع ازاي ده؟ شعبطه بقى وبتاع. الله 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 اوفا. لا لا ما انا ده الحلاوه دي. ده ملك. تعالى ده ده شيل كده. تعالى ما تخافش. ايوه واحدة واحدة بس عليها بالراحة. هنا مثلا كل حاجة. بص ده اوبا اوبا ده شغل عالي قوي. سيبك من الوسع، انت بقى جوه قاعد بتشرب سيجارة، المدام قفشتك طبعا فينج شوي والجو ده وقالت لك اطلع بره، قعدت هنا مخنوق تعمل ايه؟ ولا يكون عندك اي فكره. عيش معايا اللحظه. نزلت لك السكرين كليباتك موززك اللي بتتنطط. الله 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 ايه الحلاوه دي؟ لا 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 ولسه لسه. المدام دخلت تنام بدري كالعاده، سابتك لوحدك، قمت انت داخل على هنا. انت مش هتزهق لانك انت اول حاجه هتولع النور هتركز هنا وانت بتتفرج على الفجر الذي يبزغ على جزيره في المحيط. ترابيزه اجتماعاتك، الاورجل الموزيل الصغيره، عايز تكمل الكليبات بتاعتك ولا يهمك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده شغل على كبير يا معلم. جامد. ها لا بصراحه 100 100 تحفة. مش عارف اقول لك ايه والله يا ميزو. انا تعبت لك. انا بقول خلينا في اليخت اللي على قدنا. يا عم يخت على قدنا ايه بس وبتاع ايه وتعبت ايه؟ ما الخير كتير. خير ربنا كتير الحمد لله. الحمد لله. هنودي الفلوس فين يا ريس؟ الحمد لله على البركة. احلم معايا. احلم يابا. الله 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 الله. إيه مش هكلمك بقى على حمامات الشمس. مش هكلمك فعلا عن ملعب كورة هنا. اتفضل يا سيدي. ادي ادي ادي. ايه يا حبيبي قلبي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كنترول بانل. اوه هوب. جامد. ها؟ جامد الا جامد دي. بس انا يا عم ما اعرفش اسوق الكلام ده. هو انت قبل كده سقت في البحر يا ميزو؟ ولا عمري هتفتح حتى. ايه اللي السوق ده يا اخي؟ دي ليها صفة دي. ما تقلقش ما تقلقش. والله طبعا. اتفضل اتفضل. بص طالما انت جاهز قرشك في جيبك كله محلول. كله تمام كده. نرجع لموضوعنا. الصبح بقى قامت المدام بدري كالعاده وانت مطبق. قعدت عايزه تلغي طبعا معاك زي كل المدامات. ما عظيم. ما انتش لاقي لنفسك سبيس. لا
There is a space. مكان مع نفسك لوحدك في الخباثة. عايز تعمل تليفون من تليفوناتك الغريبة المريبة. هنا تعال معايا. أمان هنا جدا. يومين ثلاثة وانتوا في عرض البحر أو في المحيط، المدام بقى رضيت عنك، ودي طبعا حاجة قليل إنها تحصل. جيت بيها هنا على المقدمة وعملت معاها أحلى تايتانيك. دي عيشة يا جدع، عيشة. بس تصدق بقى يا فاضل أخويا، أنت عندك حق. التلاتين مليون قليل عليه. أنا يعجبني فيك يا ميزو إنك من البيزنس مان القليلين اللي بتشوف الفرصة وهي طايرة، برافو عليك. أمال إيه يا جدع؟ يا ابني ده إحنا ما كناش عايشين. خلينا بس في المهم، ها؟ الموضوع الأولاني بتاعنا، ها؟ يعني إيه غسيل أموال؟ أيوه. يعني الفلوس بتاعتك فجأة تطير تختفي. افرض انك انت دلوقتي عندك مليون جنيه حساب في بنك، وجيت حولتهم على حساب تاني، كل حاجة هتبقى متشافة ومقرية، وقت ما يحبوا يجيبوك يجيبوك، صح؟ صح تمام. لكن انا بقى لو خدت منك المليون جنيه وانا شخصيا اختفيت، هيجيبونا منين؟ صح عظيم. طيب افرض ان انا عندي اسمين، سمير وميكي. سمير وميكي يا سيدي مثلا. سمير باع لك حاجه وهميه، تمام، وخد منك الفلوس، وبعد شويه ظهر لك ميكي واشترى منك حاجه وهميه برضو، وراح حاطط الفلوس دي في حسابك في بنك تاني في قصة تانية، وخصم لنفسه عمولة قصاد الشغلانة دي، هيجيبوا مين فين؟ طب ما هيرجعوا لحساب ميكا يا ناصح. يا سيدي هيرجعوا له فين؟ ما هو انت ساعتها هتدي لهم الحاجة الوهمية وتقول لهم هو ده اللي انا اشتريته، وادي المسألة مقضية. حلو، خلاص يلا بينا نعمل الموضوع ده دلوقتي. احنا بقى محتاجين ايه؟ محتاجين بلد شرحة وبرحة كده، لسه بتتعامل بالكاش، وفي نفس الوقت البنوك اللي فيها ما بتسألش قوي يعني عن مصدر الفلوس اللي انت جبتها، او ما بتسألش خالص، كله بيتظبط يعني زي ما كانت مصر كده من كام سنة قبل ما يطلعوا لنا بقانون بتاع غسيل الأموال. واحنا هنلاقي فين بلد نقدر نعمل فيها الكلام ده؟ البلد موجودة، والبنوك دي موجودة، والحسابات هتبقى موجودة in no time. طب ما يلا يا عم، مستني ايه؟ كل ده هنعمله واحنا نايمين بنتشمس على اليخت بتاعنا ابو 30 مليون، واللي هو اصلا سعره 70 مليون. ما فيش حاجه احنا محتاجينها غير اللابتوب، وخلي يا عم اليو اس بي على اخوك. يا سيدي قوم بينا نخلص الموضوع ده دلوقتي. بس ناقص اهم حاجه. هتقولي سمير وميكي؟ لا يا خفيف، ناقص الوهم اللي هنبيعه ونشتريه. طيب يا ريت تبلغ معاليه ان شهير الممروسي اتصل بيه لانه كان عايز يستوضح شويه حاجات كده. مع السلامه. الو، صباح الخير. والله ما كنت اعرف ان سعادتك اللي هترد على التليفون بنفسك. اي فندم، انا عارف ان احنا في ظروف صعبه، بس كلنا في مركب واحده ولازم نعدي لبر الامان. طيب يعني سعادتك تفتكر انهم هيعمدوا على كده؟ بس اللي بتقوله سعادتك ده ما يطمنش، احنا كده يبقى لازم نمشي. ايه، معقول يكونوا بيراقبونا التليفونات؟ طب يا فندم، طيب مع الف سلامة، اتفضل سعادتك. ادخل. الأستاذ كريم البيلي بيقول عنده ميعاد مع حضرتك. خليه يتفضل وشوفيه يشرب ايه. اوكي.
اهلا يا كريم. ازي حضرتك يا باشا؟ جيت في ميعادك. معلش اذا كنت ازعجت حضرتك. لا يا حبيبي ما تقولش كده. والدك الله يرحمه افضله علينا. ازاي الوالده؟ كويسه الحمد لله. هي اللي كانت قالت لي اجي اسال حضرتك على حاجه. وانا تحت امرك. بص يا شهير بيه، انا محتار جدا ومش عارف اتصرف ازاي. عشان كده جيت لك عشان تشور عليا. من ساعه ما اعلنوا التنحي امبارح وانا ما بطلتش تليفونات. كلمت كل الناس، كل الناس كلمتني. الاعلام اتفور زي ما حضرتك عارف، والوزير مشي والطاقم بتاعه مشي وراه. يعني كده انا كمان هاجي في الرجلين وهيطيروني، انا كمان مش هعرف ارجع. ما هو ده كان متوقع يا كريم. انا رايي انك تنسى تلفزيون الحكومه شويه وتفكر في محطه خاصه. انا بتاع الحكومه يا باشا. الوش ده كل الناس عارفه ان هو بتاع تلفزيون الحكومه. لو تلفزيون الحكومه قال لي سلام عليكم يبقى مفيش ولا حد هيرضى يديني حتى فقره مطبخ. بصراحه انا كنت جاي لحضرتك عشان حاجه تانية. خير؟ انا معايا ورق. ورق؟ ورق ايه؟ ورق يا باشا. احنا كان بيجي لنا تعليمات من مكتب امن الدوله في التلفزيون بيقول لنا نقول ايه وما نقولش ايه ونتكلم على ايه في مواضيع ايه ونجيب مين كمان ومتأشر بالوزير نفسه. عايز تعمل ايه بالورق ده؟ احنا مش في ثوره ولازم نعمل لها تعظيم سلام. خلاص نقول انهم كانوا بيجبرونا نعمل كده. اجبروك؟ اجبروك ازاي؟ يعني كانوا بينشنوا عليك مثلا بمسدس وانت قاعد قدام الكاميرا لو ما قلتش اللي هم عايزينه هيضربوك بيه؟ فكر بعقل شويه يا كريم، فكر بعقل. التفكير ده مش هيكسبك اي حاجه، بالعكس هيخسرك كتير، وفي الاخر هتلاقي نفسك لوحدك. وبعدين ما تنساش انت ابن مين وابوك كان وزنه ايه في النظام ده، وما تنساش انت كنت بتقبض كام. دول لو قالوا على الاجر اللي انت بتاخده في الحلقه الناس هتولع فيك بجاز. ما انا ما ينفعش كمان اتركن، ما ينفعش ما ابقاش مذيع تاني، لو ده حصل مش هيفرق معايا حد. بلاش تعور يا كريم، بلاش تعور. اعقل كده، عايزين نفكر ازاي نرجع، وبالتاكيد هنحتاج محطه فضائيه وهنحتاجك معانا فيها. ما انا ماما كانت قالت لي على موضوع ان احنا نعمل محطه. عين العقل. بص اليومين اللي جايين دول هنتعشى مع بعض، وتبلغ الوالده وتبلغ بقيه الاسره. وساعتها بقى هنقعد نتكلم في كل حاجه زي ما سعادتك تحب. انا هتفق مع رانيا على ميعاد وبعدين هبلغك بتليفونيا. تأمر بحاجه؟ شكرا حبيبي، سلم لي على ماما. الله يسلمك. مع السلامه. مع السلامه. اسرع كده برضو. روحي جيبيها بقى. انت بقى اللي مش عارفه تمسكيها. شفتي دكتور عمر؟ مش معقول. اهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا مدام شيروت؟ انا كويسه. دي بنتك؟ بنوتي رنا. تعالي سلمي على دكتور عمر. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا اهلا اهلا، دي فرصه سعيده جدا. انا اسعد يا دكتور بجد. طب ما تتفضلي نشرب حاجه. يا ريت، بس مش هضايقك؟ لا انا تضايقيني ايه، اتفضلي. طب رنا العبي هنا، اوعي تروحي بعيد. ها يلا اتفضلي يا دكتور. اتفضلي. بقالك كتير هنا في مارينا الغردقه؟ بقالي كذا يوم. أنا كمان جيت من كام يوم. كريم وماما سبقوني، وأنا قلت أحصلهم بصراحة، هربانة من كل اللي بيحصل في مصر. حد هيعرف يهرب يا مدام؟ اللي قولي صحيح، إيه أخبار دراسات الجدوى اللي إحنا عملناها؟ ما تسأليش، أنا خلاص دلوقتي على قهوة المعاشات. بس على الله يسيبونا في حالنا وما يودوناش حتة تانية. معاشات إيه بس يا دكتور؟ أنت بتهزر ولا إيه؟ وبعدين أنت عارف كويس جدا إن أنت أستاذ مهم جدا في الإحصاء وبحوث العمليات. يعني لو فتحت مكتب استشاري في دراسات الجدوى مليون ألف حد في العالم العربي هيجري وراك. مين بس هيخاطر بفلوسه دلوقتي في بيزنس في البلد دي؟ كل واحد عنده قرشين بيحاول يهربهم ويهرب وراهم. اتفضلي. بس على العموم يا ستي، أنا عندي استعداد أفكر في الموضوع اللي أنت بتقولي عليه على شرط إنك تبقي شريكتي في المكتب. ما أنت برضه بتاعة اقتصاد وبحوث عمليات، ولا أنت ناسي؟ بجد يا دكتور؟ أنت بتتكلم بجد؟ يا ريت. انت عارف كويس جدا انا بحب اشتغل معاك قد ايه، وبصراحه نفسي اعمل اي حاجه في الفتره ديت عشان اخرج من المشاكل اللي انا فيها. انت عندك مشاكل ايه تاني غير المشاكل بتاع البلد؟ عندي مشاكل كتير قوي. اهلا 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 سياده اللواء. ازيك يا باشا؟ وقابلت العقيد مصطفى فعلا؟ عظيم، هايل، دي اخبار كويسه قوي.
المهم ان هو وافق وهيجيب لك الكشوف. هو ما تقلقش ساعتك، انا بعمل تحريات من سكه تانية هبقول لك عليها ان شاء الله لما اقابلك. قوي قوي. مين هو؟ طبعا يا سلام، معالي الوزير استاذ فاضل دكتور عمر الديواني ده. طبعا طبعا طبعا، لا انا تحت امر سعادتك وتحت امره. خلاص سعادتك اتفق معي على اي ميعاد النهارده وبلغني. تحت امرك يا باشا، مع الف سلامه. مع السلامه. الكلام اللي انت بتقوليه ده معناه انه مريض وعايز يتعالج. انا غصبت عليه مره انا وواحده صاحبتي عشان اوديه الدكتور علشان يتعالج. فضل متابع مع الدكتور فتره وبعدين زهق فبطل يروح. مش عارفه اتعامل معاه ازاي. بتعرفي يا دكتور ساعات بحس ان انا بتعامل مع حد مجنون بجد، مش مجرد حاله كده بتجيله وتروح. طب وكريم ليه ما بيحاولش يضغط عليه؟ يبقى انت ما تعرفش كريم. كريم عمره بيضيع وقت في التفكير في أي حد غير نفسه. بعدين أنا أصلا مش محتاجة أبتدي. أنا لو عايزة أضغط عليه عندي مليون سكة لده. بس أنا دايما حاطة في اعتباري إن هو أبو بنتي. ما عنديش استعداد أبدا إن رنا لما تكبر تقول أنا كسرت بينها. في دي طبعا عندك حق. بس أنا مش عايزك تيأسي. هنشوف بس الدنيا هترسى على إيه. المهم سيبنا بقى من المشاكل. لأن بجد أنا متحمسة جدا لموضوع المكتب الاستشاري. عايزة أحمسك معايا شوية. أنا مش محتاج حد يحمسني. صدقيني لو البلد وضعها استقر وأنا فضلت هنا وما هدرتش هتلاقي يجي وقت أقول لك شبيك لبيك. أنا بشتغل عندك. قولي لي أعمل كذا أنا هعمل على طول. الكلام الكبير اللي أنت بتقوله ده مش معقولة طبعًا يا دكتور. لا والله معقولة. بص يا ستي، مش أنت عارفة إن أنا محاسب في شغلي؟ عارفة. وأنت أكتر حد ريحتني لما كنت بتشتغلي معايا. أنا مش بقول كده عشان أنت بنت الدكتور محمود البيلي، أبداً. أنا بقول ده عشانك. أنت بني آدم حساسة جداً ومخلصة تماماً في شغلك. مروة، اطلعي جيبي لي شنطتي من فوق. لا أنا مش مصدقة عينيا، أنت فعلا قلبك رق وقاعد بتقرا في الورق بتاعي؟ هو يعني معقول مراتي حبيبتي تطلب رأيي في حاجة وما أقولهاش؟ وبعدين برضه فكرت في الكلام اللي أنت بتقولي عليه ده، يمكن نطلع منه بفايدة. طب ولقيت إيه؟ لسه بفكر، بس عموما الورق ده كله كلام فارغ. لو عايزانا نخش المشروع ده لازم تنقي حاجة عليها القيمة. أنت انوي بس، وأنا هجيب لك أحسن ورق معروض في السوق. طيب، هنتكلم. ايه؟ ما انت رايحة فين؟ مفيش، زهقانة قلت اطلع اتفرج شوية على المحلات وممكن اتغدى برا. طب بقولك ايه؟ انا بفكر ان احنا نعمل عزومة عشاء، نعزم كام حد كده من اللي موجودين في المارينا. انا الفكرة جاتلي النهاردة لما عدى عليا كريم البيلي. انا منبهرة الصراحة بنشاطك، يعني قاعد متحمس وعمال بتقرا الورق بتاعي وتفكر انك تعمل عزومات، وكل ده حصل عشان الريس اتنحى؟ ما احنا لو نمنا وريحنا هيفرمونا. لازم ندور على سكه نثبت بيها نفسنا. المهم يلا اتفضلي انت روحي اعملي الشوبينج بتاعك، بس فكري في ميعاد عشان نعزم فيهم الناس. حاضر. باي حبيبي. باي باي. خلاص صاحبتها؟ عامل ايه؟ بقى دي اصول يا جوجو.
تريل عليها كده من مرة واحدة. طب افرض دلوقتي جت كسرت باب الفيلا ودخلت وانا ورجب ما كناش موجودين، ايه؟ هتروح مرحب بيها ومتنطط حواليها؟ نعم؟ امنت لها؟ امنت لها بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ احنا لسه حالا اللي عارفينها اول امبارح. لا 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 يا بوبو، لا انا كنت فاكرك اجدع من كده. ايه يعني؟ منها نجمة سيما؟ ده برضو يخليك تقع فيها كده من الباب للطاق. ده انت كنت هتاكل الراجل النهارده الصبح. على فكره انا بقالي كتير هنا ومحدش رحب بيا غير جوجو. يا اهلا يا اهلا، ايه الجمال ده سعادتك؟ اتفضلي. لا انا مش هتفضل، انت اللي هتتفضل معايا. اتفضل معاكي على فين حضرتك؟ هنروح نتغدى في حته بره. عربيتي مع رجا. انا معايا عربيتي. ايه وانت هتفكر كمان؟ ايه ده؟ امال فين مروة؟ وهي يعني لازم مروة؟ الهم ما تنفعش؟ لا تنفع طبعا. يا لهوي، انت هتقفل عليها الباب يا راجل انت؟ ايه يا بنت؟ مالكوش على بعضك ليه؟ يا حسني يا راجل انت، افرض مروة فتحت عليها الباب دلوقتي ودخلت. ده يبقى ده عز الطلب. لا يا اخويا، ما ينفعنيش كده. صح، ما ينفعكش كده. حصليني على الاوضة يا بنت. ديال الريجيم ده يعني خسسك بتاع 2 كيلو الا ربع. اهلا وسهلا يا استاذ رامي، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا. بالنسبه للخروف اللي مع الاستاذ رامي بس بعرفك. اهلا، ميرسي، شكرا. ميرسي. ده كيلو ونص. بطل. ايه رايك في المطعم؟ تحفه الصراحه، حلوه قوي. يا احسن مطعم هنا. صاحبته فرنساويه. مدام رانيا، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا مبسوط قوي انك هنا. ميرسي، متشكره قوي. انا حبيت فيلمك اللي هو في الشلالات قوي. الحب بعد خطوتين. شكرا. متشكره. مسيو. طيب حضرتك تختاري لنا بقى. بويسون. اوكي بالنسبه. اوكي تمام. أوكي. على فكره مدام، احنا كنا بنتقابل زمان كتير في نادي الجزيره في الفروسيه. يا سا دوبوي 20 20 سنه، زمان قوي. بيتهيألي كان بيجي معاك واحدة بلوند. برافو يا مدام، مذاكرة حضرتك رائعة. على فكرة هما هيعملوا الفترة دي مهرجان للخيول العربية في الغردقة. هنا؟ اه. أنا بحب الخيل قوي، سيلوبي لما يجي ممكن تقول لي؟ اه أكيد طبعا، من عينيا. ميرسي بوكو. عن إذنكم، أسيبكم. اتفضلي. ها. قول لي بقى. انت متجوز ولا لا؟ ولا اقول لك انت هتقعد تلف وتدور وتتوهني؟ خلاص انا مش عايز اعرف. بقى خالص، مش مستاهله لف ولا دوران. اتجوزت 5 سنين وبعد كده ما حصلش نصيب. طب وعندك عيال؟ لا. ماشي، واضح انك مش عايز تتكلم في الموضوع ده. براحتك، احكي لي بقى على موضوع الخيول. خيول العربية؟ اه العربية. يا بنتي بقول لك أنا خبير استشاري. اها. خبير جدا في الخيول. Thank you.
اللي بيحصل دلوقتي ده خطر. انتبهوا يا جماعه، الامور تسير من سيء الى اسوء. ان حد يهتم. سيادتك كونفوشيوس كان بيقول ايه؟ الاخطاء كالقطار يمر بعضها على بعض. مساء الخير. اهلا 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 مع الوزير. مساء الخير فاضل بيه مش كده؟ فاضل ابو الروس يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا سعادتك. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير اتفضل يا فندم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه فاضل بيه المرتين اللي اتقابلنا فيهم كنت عايز اقعد معاك. والله ملحوقه يا فندم، اهي جت من عند ربنا. انا مش عايز اضيع من وقتك كتير، ومع ذلك ندخل في الموضوع. تمام تمام. طب اسيبكم انا بقى مع بعضكم تدردشوا وتاخدوا راحتكم. ها؟ اتفضل يا باشا. ما نستغناش عنك والله. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. زي ما انت شايف يا فاضل بيه، وضع البلد لا يسر عدو ولا حبيب، واحنا مش عارفين هترسى على ايه، والناس دول واضح انهم مش عايزين يسيبونا في حالنا. اي غلطه عملناها زمان سواء كانت مقصوده او غير مقصوده هيشنقونا عليها. مع الوزير انا عايزك تطمن خالص، البلد دي مازال برضو فيها ناس بتفهم، عارفه معاليك ومقدره قيمتك. سيادتك خبير عالمي، ليك اسمك وليك سمعتك في العالم كله. انا عايزك تعتبرني كاتم اسرارك، اي مشكله بتواجهك بعون الله هحلها. وده اللي شجعني ان انا اقعد معاك واتكلم معاك. فاضل بيه الحقيقه انا مريت بورطه تسببت في مشكله كبيره قوي. زي ما انت شايف يا فاضل بيه، وضع البلد لا يسر عدو ولا حبيب، واحنا مش عارفين هترسى على ايه، والناس دول واضح انهم مش عايزين يسيبونا في حالنا. اي غلطه عملناها زمان سواء كانت مقصوده او غير مقصوده هيشنقونا عليها. مع الوزير انا عايزك تطمن خالص، البلد دي مازال برضو فيها ناس بتفهم، عارفه معاليك ومقدره قيمتك. سيادتك خبير عالمي، ليك اسمك وليك سمعتك في العالم كله. انا عايزك تعتبرني كاتم اسرارك، اي مشكله بتواجهك بعون الله هحلها. وده اللي شجعني ان انا اقعد معاك واتكلم معاك. فاضل بيه الحقيقه انا مريت بورطه تسببت في مشكله كبيره قوي. احنا كنا في الوزاره مسؤولين عن تقييم اصول شركات القطاع العام اللي الحكومه ناويه تبيعها. يعني اصول الشركات دي فرص الاستثمار، الاعباء الفعليه اللي على الشركات دي. بس الحقيقه فاضل بيه ان التقييم ده ما كانش دايما بيبقى فير. معالي الوزير، الدنيا كلها فاهمه حواديت الخصاصه، ومفهوم طبعا ان كان في عمولات بتدفع يعني. لا 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 لا، هي مش عمولات بس، هي حاجات اكبر من كده بكتير. معالي الوزير، وبعدين يعني انا هساعد معاليك ازاي الا لو بقيت صريح معايا وكلمت كده بحريه؟ الحقيقة فاضل بيه إن أنا كنت مسؤول عن دراسة جدوى لكتير من الشركات اللي كانت بتنزل أسهمها في البورصة، وكنت بقيم الشركات دي بخسف بأسهمها الأرض، وكان في صناديق استثمار كبيرة مستنية عشان تشتري أسهم الشركات دي. إحنا عارفينها، كانت الصناديق دي بقى لما تنزل أسهم الشركات يبتدوا يشتروا ويعلوا السعر، يعلوا لغاية ما السعر يرتفع. فالناس بقى اللي كانوا عايزين يلعبوا في البورصة، المستثمرين الصغيرين، كانوا بيدخلوا يشتروا الأسهم دي ويرفعوا السعر، يرفعوا 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 لغاية ما السعر يبقى 10 أضعاف القيمة الفعلية. في اللحظة دي الصناديق اللي اشترت تبيع الأسهم وتكسب مليارات. حاجة كده يعني يا فاضل بيه زي شركات توظيف الأموال زمان. لا بس انتوا بصراحة كنتوا أشيك كتير من بتوع توظيف الأموال دول، دول كانوا جلاليه ودون، إنما انتوا بقى إيه؟ عملتوا إشي منتدى ديفيس، إشي مؤتمرات في شرم، شوية حركات جامدة أوي مش كده؟ عندك حق. مع الوزير أنا لغاية دلوقتي برضه مش قادر أفهم المشكلة كانت فين بالظبط. المشكلة يا فاضل بيه إن أنا كنت شريك في الدرة في صندوق من الصناديق دي. ودي في حد ذاتها
كانت جريمة اقتصادية وقانونية، لأنه مش معقول أنا بحدد سعر السهم وأنا ضارب عليه في البورصة. بس دي مش مشكلة، أنا كنت متداري ومفيش أي حد يعرف عني أي حاجة لغاية ما حصل مصيبة سودة. إيه بقى اللي حصل؟ مباحث المصنفات جالها بلاغ في الشركة اللي بتدور الصندوق إنها تستخدم برامج كمبيوتر مضروبة فهجمت الشركة وتحفظت على الأجهزة والملفات اللي فيها طبعاً إن أنا شريك في الشركة دي، والموضوع اتحفظ وما حصلش فيه أي حاجة وخلص على إنه بلاغ في أجهزة كمبيوتر مضروبة. بس بقى هم احتفظوا بالملفات والأجهزة اللي بتثبت تورطي علشان يستخدموها وقت اللزوم، يعني لو عايزين يأدبوني يقدموا. مفهوم مفهوم. طبعا يا فاضل بيه، في الظروف اللي فيها البلد دي ممكن اي حاجه تحصل. اه طبعا. انا بقى سالت اللواء علي، قلت له اذا كان يعرف حد في مباحث المصنفات، قال لي اه يعرف، بس انا ما حكيتلوش اي حاجه، قلت الاول استشيرك اذا كان ممكن انت تساعدني وتخدمني وتشوف لي اي حد يجيب لي الحاجات دي، اكون متشكر جدا جدا يا فاضل بيه. تمام. طيب اول حاجه هنعملها، اولا صلي بينا على النبي معليك عليه الصلاه والسلام. احنا طبعا هنتبع الحديث الشريف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بالكتمان. معليك حكت لي تمام، يبقى معليك مش هتحكي الجنس مخلوق ولا اللواء علي ولا غير اللواء علي. بس بدي لي فرصه صغيره كده ان انا اتصرف، وبعد كده انا بس محتاج دلوقتي منك لو شويه معلومات حوالين لا جاهزه جاهزه اهو. تمام. دي معلومات عن كل الاجهزه والملفات اللي في ارشيف المصنفات الفنيه، وعندك عناوين مواقع انترنت عليها كل اسماء الشركات اللي اتباعت وتداول اسهمها في البورصه. عظيم. يومين وهرجع لمعليك على طول. تمام. اشكرك. تلاش استاذن حضرتك. اشكرك. لا 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 اتفضل اتفضل اتفضل. قهوة معليك ايه بقى؟ لا مفيش داعي. قهوة معليك ايه؟ سادة يا فندم. حالا هتيجي. شكرا. اتفضل. ألف شكر. هطلع أنا صح زي كل مرة وهتشوف. يا سلام. يا شعب. بقول لك أكلمك بكرة الصبح. يلا بقى. إيه؟ مش هتعرف تقابلها الليلة دي؟ أنا نفسي أفهم، أنت ليه ما بتحبش تتكلم معايا؟ ميار، أنا دماغي مدووشة وفيها مليون حاجة، فبطلي لو سمحتي زن. أنت بتعملني كده ليه؟ طب لو أنت ما بتحبنيش، متجوزني ليه أصلاً؟ يا بنتي بقولك بطلي زن، بطلي الزن اللي أنت فيه ده. أيوة زعق، كل ما أجي أتكلم معاك تزعق. لما بتبقى قاعد تتكلم مع الست هانم بتاعتك برضه بتزعق لها؟ عارفة لو جبت سيرة موضوعنا تاني مش هيحصل لك كويس. بجد أنا زهقت. ايه مالك يا معير؟ في ايه؟ والله كده كتير يا شروت، ده حتى مش عايز يتكلم معايا. معلش يا حبيبتي، اهدي كده وروقي. يلا اطلعي جهزي نفسك، عايزين نخرج مع بعض النهارده. مش معقول يا كريم، عارف انا لو مكان مراتك كان زماني ولعت فيك يا اخي. شروت انا بجد في مصيبه وعندي بلاوي كتير ومش قادر اتكلم في الموضوع ده. ما انتش لوحدك، كلنا في نفس المصيبه. وبعدين ما انت بتعرف تخرج وتنبسط وتتكلم مع الأمور، اتكلم مع مراتك شويه يا كريم. شوشو انت بالذات عارفاني اكتر من اي حد، فاكيد مش هتعيدي وتزيدي في نفس الموضوع. حاضر، هقفل الموضوع، بس خليك قاعد مكانك لغايه ما مراتك تنزل. اتفقت مع وفاء نخرج نشرب حاجه مع بعض. ماشي. فوق. دكتور عمر الدواري ده من الناس المحترمين جدا، راجل مهذب عالم. صحيح صحيح. أنا بصراحة النظام القديم ده فيه ناس عايزة الحرب، كله مصايب. إنما الناس اللي زي عمر الدواني دول ناس يتبكي عليهم بجد. الله عندك حق يا باشا. أنا أعرفه قبل ما يكون وزير.
لا والله. ايوه كان بيجي لنا الداخليه هناك وكان بيدي محاضرات وتدريب وكده. انا بس مش فاهم ايه المشكله اللي عنده وقلقاه قوي قوي اليومين دول. ما قالكش هو الحكايه بتاعت المصنفات الفنيه دي والمباحث والملفات بتاعته والحاجات دي؟ المصنفات؟ لا الحقيقه ما جابليش اي سيره. انا بصراحه ما فهمتش هو كان عايز ايه بالظبط، عمال يجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، حسيته ملخبط كده في كلامه وفي افكاره وعلى وشه ابتسامه بلاده عجيبه. مسكين، على العموم انا حابب اقعد معاه بعد كده في البيت. واضح قوي ان المشكله اللي عنده كبيره جدا. والله يا باشا القلق اللي في البلد مخلي كل الناس متوتره. عندك حق فاضل بيه. سيبك خلينا احنا في شغلنا، انا عايزك تتابع العقيد مصطفى وشوف المرشدين دي هي مفتاحنا. انا كلمته قال لي ان هو هيجهزهم بعد يومين. انا عارف كويس قوي ان كل حاجه دلوقتي ما بقتش تحت ايده، خصوصا ان هو بره الخدمه. انا بقول يعني نديله يومين كده وبعد كده نتصل بيه مش بس راكبين فوق نفسه وكده. هنديله يوم واحد يا باشا بعد اذنك، واذا هو ما اتصلش سعادتك مشكورا هتتصل بيه ان شاء الله. هقول لك بص، هو احنا كده كده لازم نروح المديريه علشان نشوف اذا كانوا قبضوا على حد من اللي هربوا. بص خلينا الاول نستنى يجيب لنا الكشوف وبعدين نعمل مشوار المديريه ده. ماشي ماشي. المهم طمني، الحاجه مرفت عامله ايه؟ لا الحمد لله مبسوطه جدا. صحيح. هو بس مش قلقها الا الموضوع بتاعنا ده. الله يا باشا ان جيت للحق انتوا الاثنين لازم تخلصوا من بعض. انا اسف يا باشا، انا اسف والله ما بنام. عارف والله والله ما بنام. مقدر ده مقدر ده. انا اسف باشا، انا قصدي سعادتك والحاجه يعني لازم تخلصوا من القلق ده. صح صح شويه. صح. انا هقول لك برضو يا باشا انت قائد كبير. مظبوط. سعادتك باشا، سيادتك ما فكرتش قبل كده تعمل تمارين يوجا؟ يوجا؟ وبعدين ما ينفعش نهار كله نقعد مع بعض تتخانق. انت راحت فين؟ فوفا تعالي. هلو يا شاري. بون سوار يا حبيبتي. بون سوار يا حبيبتي. اتأخرنا عليكي؟ لا لا خالص. طبعا انت عارفه كريم. طبعا. هلو يا كريم، ازيك؟ ازيك وفاء، عامله ايه؟ الحمد لله. ميار مراتي. اهلا يا ميار، اتفضل. امال فين جوزك؟ جاي على طول. طمني اخبار البرنامج ايه؟ ما عندكش فكره عن ايه اللي ممكن يحصل؟ والله يا وفاء مفيش اي حد عارف ايه اللي ممكن يحصل. هو الوزير فعلا مشي؟ مشي مع الرئيس. ترمي ولا بتمشيني بس؟ ما بعرفش العبها اصلا. طيب يا بسيطه قوي. شايف الخط ده؟ اه. هتحطي رجلك الشوله، تحطي بقى رجلك الشمال بالظبط كده، هتعملي عكس اللي انا بعمله بالظبط. هتقفلي بقى عينك الثانيه مش اللي على ايدك. هترمي بدي بس، مش محتاج ايدك كلها. تاخدي نفس كويس، تقفلي عينك الثانيه. يلا. جرب؟ جرب نفس كويس بس وتركيز كده. معلش غلط. أول مرة. اتفضلي. جرب تاني؟ طبعًا. لا بصي احنا بنرجع نفسنا لورا. بصوت معاك ده. يلا كمان واحدة. أوف. علشان رميتي دي بقى بثقة زيادة عن اللزم. بصي بتعملي إيه هنا؟ بلعب. يلا كفاية. لا مش كفاية، عايزة ألعب. بقول لك يلا كفايه. لا مش يلا. كانت اوحيني يلا. راح يا كريم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا مش فاهمه ماله، في ايه؟ فيها ايه لما اسلي نفسي شويه بدل ما اقعد هنا كطق؟ مش فاهمه ماله؟ معلش برضه تعلي صوتك. بعد اذنك. اتفضلي. انا رحت كمان. كريم. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ استاذ شريف ازيك؟ وحشتي، انت فين؟ اهلا اهلا. فاضل بيه، ايه الصدف الجميله دي؟ ازيك يا باشا؟ اعرفك كريم بيه. ده كلام برضه، تعرفني على الاستاذ كريم البيلي، ده راجل وشه كارنيه. فاضل بيه بالروس. تعرفنا قبل كده. اهلا وسهلا. اهلا. بعد اذنك. اتفضل. حبيبي تعالى معانا شويه. ربنا يخليك، ميرسي مره ثانيه. يلا سهره سعيده. شكرا.
أمر حضرتك في ويسكي؟ في طبعا في أول بار، في تشيفز، في بلو ليبل، في فانوس. طيب اديني كاس كونياك مبطل ويسكي أصلا. ولو طلبت منك بعدها كاس تاني ما تتنيش. هو اللي بيشتغل في جهاز يدي اليومين دول بقى فاضي يجي مريان الغردقة ويلعب دارتس وكمان يتفسح ولا ايه؟ ومين قال لك بس ان هو جاي يتفسح؟ يتفسح ايه يا عم كريم بس؟ انت مش شايف الحالة هنا عاملة ازاي؟ والله عندك حق يا شيخ، ما هي كل الناس اللي معاها فلوس وتقدر تطلع بره البلد جت على هنا. طب انا بجد اتخنقت من المكان ده، ممكن نروح مكان تاني بليز؟ تقلقش يا كريم، على فكره الراجل ده كويس وكمان صاحب معتز الفيومي من ايام المدرسه، يعني لو احتاجنا في شغلانه يقدر يخدمنا. الست هانم فين؟ في البستير. مش هتطلب حاجه بقى نشربها ولا ايه؟ وبعدين يا ابو السيد؟ بس يا باشا قمت وسبته طوالي واديته خبر ان انا هقابله بكره. بس يا باشا انا قلبي مش مطمن، يعني حاسس كده ان انا لما اروح اقابله برجليا هلاقي البوليس قاعد مستنيني. لا انت مش هتروح تقابله، امسك، انت هتكلمه في التليفون. رجب هيبقى قاعد على القهوه بيراقب، لقى الدنيا امان هيتصل بيك وهيقول لك اتفضل تعالى. هتروح وهتشوف هيوديك على فين. ما تقلقش خالص، ما تقلقش، رجب هيبقى قاطركم وانا وراه. تمام يا باشا. طب لا مؤاخذة، لما انا اروح اقابل الشيخ حسام اقول له ايه؟ هتقول له انه وحشك، واخد بالك؟ وهتقول له انك عايزه في شغل. الكلام هيجيب بعضه، فاهمني؟ هتقول له عني، وهتطمنه على امانه وعلى حقه، وفي الحالة دي يا عم يستحق الواجب اللي هيطلع منك ليه، فاهمني؟ ها؟ طبعا يا باشا. تمام، بعد كده هتقول له ان انا عايز اقابله. هتسيب له رقم تليفونك وهتقول له مستنيك على احر من الامر. بس كده يا باشا؟ لا مش بس كده، هتساله على محمود فرغلي. هرب ولا لا؟ عايش ازاي؟ ما هو كمان وحشك. طبعا يا باشا. فهمت ايه المطلوب؟ طبعا يا باشا فهمت، محسوبك سيد القط يفهمها وهي طايره. وده العشم برضه. نشوف بقى سيد القط الاسبوع الجاي هيعمل ايه وفين مهاراته. رقبت يا باشا. مشوار كده صغير لحد مصر. ليه يا باشا؟ انا ما صدقت ان انا اتكنيت هنا ومحدش عارفني. ما اجيبلكش بالمره شاليه على المارينا عم سيد. يا جدع مشوار يحتاج سيد القط. تمام يا باشا، بس ايه الشغلانه دي؟ شغلانه مع مباحث المصنفات. ليه يا باشا؟ هرجع تاني لشغل المباحث؟ المرة دي انت مش هتشتغل معاهم، المرة دي انت هتشتغل عليهم. سيبني بقى مخمخ فيها شوية وهبقى اقول لك. طيب انا هنزل دلوقتي، رجب هيبقى يكلمك ويظبط معاك. سلام. على السلامة يا باشا. الفلوس دي هتروح له. طبعا يا باشا. طبعا. طمن يا باشا. مع سلامة الله. والله دي فرصة سعيدة اني شفتك يا سمير بيه. وانت كمان يا سعادة الباشا. واخبار الشغل ايه؟ شغل ايه يا راجل؟ وفي شغل الايام دي؟ على رايك البلد ما عادش فيها شغل خالص. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. في حجز باسم عند حضرتك. اتشرف باسم حضرتك. محمود الطويل. الله، محمود بيه. اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا سامح باشا؟ ازي حالك؟ ازيك يا دكتور؟ انا سامح باشا. صباح الخير يا فندم. ده الحبايب كلها منوره اهو. منوره بوجودك. ربنا يخليك. طب اتفضل نشرب القهوه في مكتبي. قوي قوي. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل. بعد اذنكم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. لو سمحت عايز اقوله دبل لمده اسبوعين. اتشرف باسم حضرتك. دكتور سمير ويليام. اتفضل يا محمود بيه. قول لي بقى يا سيدي، ايه هو الموضوع اللي مستعجل جدا ده؟ ولا عندي اي فكره، كل اللي اعرفه ان عمي ناوي يستقر هنا، وكان عايز حضرتك عشان يخلص معاك شويه اوراق. ماشي. عموما هو قال لي اكلمه لما حضرتك توصل. طيب اتفضل. الو يا انكل، ايه الاخبار؟ محمود بيه لسه واصل اهو. طيب يا سامح، انا جاي لكم. لا 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 لا، خليه يستريح، انا جاي في السكه. مع السلامه. كنت بتقول لي امبارح انك عايز تعزم الناس اللي هنا؟ مظبوط. طب احنا ممكن نعمل ده بعد بكره او بعد كده في اي يوم تحبه.
يبقى بعد بكره كويس، عشان احنا هكلم الناس واعزمهم. انت في حد عندك عايزه تعزميه؟ انا ما اعرفش حد هنا. طيب انا همش، عايز مني حاجه؟ بالسلامه. باي باي. السلام. دكتور سمير. شهير باشا، ازيك؟ يا اهلا وسهلا. ايه، مشاريع جديده في مارينا الغردقه؟ مشاريع ايه يا راجل، ما خلاص خربت. لا لا لا، هنلاقي لها حل. المهم لازم نقعد مع بعض شويه. انت نازل هنا؟ ايوه. كويس قوي، انا هتصل بيك علشان نحدد ميعاد، بس هستاذنك دلوقتي عشان عندي ميعاد مع المحامي. لا اتفضل. سلام، اشوفك بعدين. مع السلامه. ان شاء الله. سلام. حاسه بيه بقى وانت في وسط المايه كده ومفيش اي مخلوق ولا صريخ ابن يومين حوالينا؟ حاسه اني مبسوطه قوي. يعني مش خايفه؟ لا، وخاف من ايه؟ مني مثلا؟ انت ما تخوفش. هو انت ناوي تخوفني ولا ايه؟ على حسب. على حسب ايه؟ سيبيني ابوسك ولا لا؟ انا ست متجوزه، انا بخرج معاك بس عشان حاسه ان احنا ينفع نبقى اصحاب. اصحابه بس. أنا عايزك تريح النهاردة، ومن بكرة تبص على كل الورق، سواء اللي موجود هنا أو اللي في المارينا، وبعدين هنقعد مع بعض قاعدة علشان نعمل العقود ونكتب كل حاجة من أول وجديد. بس الأوراق دي كلها موجودة هنا؟ كل اللي هتحتاجه هتلاقي سامح بيجهزهولك. من بكرة هيتعمل لك مكتب هنا فيه كل اللي هتحتاجه. على خيرة الله بيه. على فكرة أنا بعد بكرة عامل عزومة عشاء عندي، ولازم تبقى موجود. ده شرف عظيم يا باشا. بس العزومة دي لمين؟ فيها شوية ناس من المهمين اللي جم المارينا اليومين دول. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا، وانا هزعل منك ليه؟ دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جواه في قلبي اتاريلي غيري مش ليا، اتاريلي غيري مش ليا، مش ليا. فاضل. لا لا، سيبيني عايش بقى، ايه الغلاسه دي؟ طب اسمعني. نعم. هتسمعني؟ ايوه. وهتركز؟ اه. طيب بص يا سيدي، انا دلوقتي يعني بدور على صديق، حد ينفع افضفض له، احكي له عن حياتي، عن مشاكلي، عن علاقتي بجوزي والقلق اللي انا عايشه فيه. فلما تيجي تقولي عايزه ابوسك، يبقى احنا مش هينفع خالص نبقى اصحاب ولا اعرف احكي لك حاجه من ده. فهمتني؟ جدا. انسي اي حاجه انا قلتها، بلاك خلاص، اعتبريني من اللحظه دي صديق. لا صديق ايه، اعتبريني اختك. يلا احكي بقى. شرط. اشرطي يا ستي. مش هتفتح السيره دي تاني. خلاص بقول لك اختك ايه، بس ده ما يمنعش اللي انا حاسه جوايا جوايا. انا بهزر معاكي، خلاص بقى قلت لك صديق. شيك هانز بس، انسي خلاص. يلا احكي لي. عن ايه بالظبط؟ احكي عن القلق اللي جواكي، عن مشاعرك ناحيه جوزك، احكي. انا متلخبطه،
مشاعري متلخبطة، مش عارفة إذا كنت بحبه ولا بكرهه. يعني إيه مش عارفة إذا كنت بحبه ولا بكرهه؟ لا أكيد عارفة طبعا. طب هشرح لك، أنا مش عارفة إذا كان هو أصلا بيحبني. أنا بالنسبة لشهير مش حد مهم، يعني جوزني كده يتعايق بيا قدام الناس، ممثلة ونجمة سينما، حاجة حلوة كده يفرجها للضيوف. طب هو ينفع برضه انك تبقي حاسة كده وتبقي مش عارفة إذا كنت بتحبيه ولا لأ؟ ينفع. أصل الحب يعني مش حاجة سهلة تتفسر أو تتشرح أو كده يعني. لا ممكن طبعا الواحد يشرحها اذا كان بيحب ولا لا، بس ده لو عايز. انت مش بتقولي كل حاجه، انت جواكي قلق من نوع تاني. انا مو براحتك، اما تثق فيا اكتر من كده ابعدي. يبقى خلينا نروح. يلا نروح، انا كمان زهقت منك اساسا. يلا. واللي انكتب جواه في قلبي قدريلي غيري مش ليا. جاهز يا جميل؟ سامع؟ عايزك تجهز مكتب لمحمود بيه وتوفر له كل الورق اللي هو عايزه. حاضر. انا هعمل عزومه عشاء عندي بعد بكره، عايزك تعزم كل الناس المهمين هنا في المارينا، يعني كريم البيلي وعيلته، معتز الفيومي، الدكتور سمير ويليام، وطبعا دكتور عمر. هو فين صحيح؟ لسه شايفه حالا داخل الجنينه. طيب انا هروح. عموما يا معالي الوزير أنا تحت أمرك، أي مشكلة تقابلها اعتبرها منتهى. شاكر جدا يا ست الوقوف. في أي وقت بقى عاوز تكلمني بخصوص مصلفات الفنية وما بقاش حاجات دي تكلمني، محلولة محلولة. هيحصل إن شاء الله. الله، ده شهير بيه أهو. أهلا يا شهير بيه. إزيك يا دكتور؟ الله يخليك. شهير بيه من مروس يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. سيادة اللواء علي عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، سابقا طبعا زي حالتنا كلها. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل سعادتك سرايا. ميرسي جدا. اتفضل يا شهير بيه. لا لازم اتحرك دلوقتي حالا. انا سعيد بلقائك يا ست اللواء. يا ترى سعادتك هنا في المارينا لوحدك؟ لا انا والحاجه طبعا. طيب انا كنت جاي للدكتور عمر علشان اعزمه على العشاء عندي بعد بكره في الفيلا بتاعتي هنا. يا ريت سعادتك تشرفني انت والحاجه. يزيد شرف يا فندم. طيب يا فندم ما تنساش يا عمر. ان شاء الله يا فندم. خلاص عن اذنكم. اتفضل. اتفضل يا فندم. انت عارفه يا بنتي الهام، من كتر السواد اللي جواكي بقيتي شبه الست اللي في الصوره دي. طيب ها اجيبها بقى يمين ولا شمال؟ تاخدي اي حاجه. انت عارفه المدام بتتعفرت لما بتشوفها معوجه. طب ما تتعفرت ولا تتقندل حتى، اشمعنى الصوره يعني اللي عايزاها عادي؟ ما كل حاجه يا اختي في البيت ده معوجه. بقول لك ايه، شفتيها وهي بتناديني مروه هاتي لي الشنطه بتاعتي؟ هو انتوا الاثنين مش ناويين تبطلوا مرقعه وقرف وقله ادب؟ مرقعه ايه حضرتك؟ مش عارفه مرقعه ايه يا حبيبتي؟ ايه ما تنطقي ولا تخرستي انت كمان؟ هو في ايه يا مدام؟ في ان انتوا الاثنين واقفين طول اليوم مش على بعضكم، وطالعين نازلين تتمسخروا وتتميسوا، وعاملين لي فيها هوانم ولا كانكم اثنين خدامات، وانا بقى هبطلكم الاسلوب الوسخ ده. يا مدام ما يصحش تقول لنا كلام زي ده. تعالي علميني اللي يصح واللي ما يصحش. طب والنعمه الشريفه يا مدام؟ انا ما كنتش اقصد. لا تقصدي يا حبه عيني، وانا بقى اللي بقول لك، والنعمه الشريفه لو ما تعدلتي انت وهي لا همسح بكرامتكم الارض وارجعكم مصر ماشيين حافيين. يلا خدي من خليك انت وهي. حاجه تقرف. خليك حامش شوية.
للادي لازم يبصم على الكلام، لازم ما يفكرش مرتين. اهم حاجه ان عينه ما تزخش من عينك لحظه واحده. مالك؟ انا مش فاهم انت متحير ليه. اقول لك اديله الوش ده. لا بس يعني حط عليه شويه باشن. لا حاجه بين الاثنين يعني. اهم حاجه الثقه يا عم. متقلقش، الدخله اللي لادي متستفه وعال العال، احنا بس ناخده في مقلب حراميه. انا قلت لك اللي فيها وانت حر. عاوزك وحش، عاوزك مالي مركزك يا عم. ما تقلقش، احنا اجدع ناس نبيع كلام. هو في اجدع من الكلام عشان يتباع؟ انا قلت لك على اللي فيها. يلا يلا بينا بينا. اه فكرتني، اوعى مره تانيه اشوفك بتريل على المره، همسخرك. يلا خلي بالك من نفسك. سلام 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 سلام. الحقيقة صح، الحل لو فضل على كده الواحد لازم يهجم البلد دي. على فكرة احنا لنا صديق شغال في الجهة السيادية، اقترح اننا نفضل موجودين لاننا اكيد هنلاقي سكة. على فكرة انت تعرف دكتور سمير فاضل بيه؟ فاضل بيه؟ فاضل ابو الروس. فاضل ابو الروس بيشتغل في جهة سيادية؟ مش انت برضه اللي دخلته الارواح؟ ايوه انا خدت معاه المكان مرتين ثلاثه وعرفته على المكان، بس ما اعرفش حكايه الجهه السياديه دي ايه. ما انت اتعرفت عليه ازاي؟ فاضل بيشتغل في استيراد مواد البناء وعنده توكيلات عالميه. تعرفنا على بعض في نادي الجزيره وعملنا مع بعض عمليتين ثلاثه كبار، بس بصراحه بعد كده قطعت معاه. طب ليه؟ حضرتك بقى بتقول ان هو صاحبك ومش عايز اذم فيه، بس هو شخصيا ما عمليش اي حاجه، لكن عرفني ورطني مع ناس ولا عصابات النفر. يا ساتر، ورطه ايه دي؟ عرفني على شركة إيطالي بتصنع مواد البناء على أساسها بقى الوكيل بتاعهم هنا في القاهرة. المهم شوفهم في الأول تقول يا ما هنا ما هناك. تعاقدت معاهم وريتني ما عملت كده. نصبين عليا لحد النهاردة في 15 مليون دولار وعاملين زي الزيبق، لا تعرف تمسكهم ولا ليهم ماسكة. أنت ما كلمتش فاضل ليه يتصرف معاهم؟ مش هما ما عرفتوا برضه؟ قلت له، قال لي هو كمان متورط معاهم مش عارف يتصرف. بعد كده بصراحة قطعت معاه لما لقيت مفيش منه فايدة. غريب أوي. دي يا عم ميزو السكة اللي أنا أقدر أمشي لك فيها دلوقتي، بس برضو عايزك تفكر مرة واتنين وتلاتة قبل ما نبتدي المشروع ده. صحيح الورق كله هيبقى متستف وتمام، بس هو في الأول وفي الآخر باتش، وأنت راجل بيزنس مان محترم، ما أنتش مزور. يا عم فاضل دوس. محترم مين يا عم؟ والله العظيم انت فكرك يعني، والله انت شكلك هتطلع على نيتك في الاخر وهتوديني في داهيه. انت فاكر يعني ها رجال الاعمال اللي في البلد دي السنين اللي فاتوا عملوا فلوسهم من ايه؟ معظمهم من النصب والتسويق. والله العظيم مش موضوعنا، اهم حاجه يعني ها الموضوع ده ممكن يتكشف. لا طبعا مستحيل. اصل وايه اللي هيحصل؟ دلوقتي الحكومه عامله اتفاقات مع كام شركه علشان يدوروا على الذهب في شويه مناجم، مش في كل المناجم، واخد بالك؟ احنا برضو ورقنا هيبقى متستف ممضي مختوم، اجراءات تسجيل 100 100، وبنتكلم عن منجم تاني خالص غير اللي هم متفقين عليه. لغايه كده وعظيم قوي. اللي هيشتروا بقى عارفين ان العقود دي كده وكده؟ ايوه طبعا. امال غسيل الاموال يعني ايه؟ بص، البنوك اللي بتعمل قصة غسيل الفلوس دي لازم تحط في حساباتها ما يثبت انها دفعت لك فلوس قصاد حاجة تساوي القيمة دي. بعد كده العود دي بالسلامة، خلاص هم خدوا القرشين بتوعهم وصباح الفل.
طب يا عم فاضل، يا عم فاضل اديني عقدك يا حبيبي. او اسمع خدنا انا على قد عقلي. شوف يا فاضل اخويا، طالما احنا كده كده هنغسل شويه الفلوس اللي حلتنا، وكمان عندنا الامكانيه ان احنا نجيب عقود مختومه ونتسندف على سنجه 10 زي ما انت ما بتقول، طب ما نعمل كده في منجمين، في ثلاثة، بلاش واحد، ما هي مناجم مرمية زي ما أنت ما بتقول. ده على أساس إنك أنت ناوي تلقب عن ده فعلا ولا؟ هلقب مين يا عم؟ بقول لك أنت شكلك على نيتك، هلقب على مين بس ولا هلقب إيه؟ يا سيدي افهمني، أنا هعمل فيهم زي ما عملت في الأولاني بالظبط، بس بقى المرة دي اللي هييجوا يشتروا مش هنقول لهم إن دي حاجات مضروب. إيه ده؟ لا طبعاً يا معتز، ده نصب رسمي، سيبك من حلال وحرام. إنما أنت مش خايف يعني تروح في ده؟ يا عم نصب مين؟ ما هو اللي هيشتري دول، ركز معايا، اللي هيشتروا هييجوا ينقبوا على الدهب، مظبوط؟ ومعاهم عقود سليمه 100 100، والنظام الجديد اللي جاي في البلد دي لا عارف ايه اللي اتباع وايه اللي ما اتباعش. وبعدين حرام في ايه؟ ما انت بتقول مناجم مرميه ما حدش بيسال فيها، الحرام فعلا ان احنا نسيبها كده. فاضل ابوس ايدك، دي لقمه عيش خلينا نستنفع بيها. لا يا حبيبي استنفع انت لوحدك، انا قلت لك اللي عندي وغير كده انا اسف. انت مش هتتغير من وانت في المدرسة زي ما انت مالكش في البيزنس، بس انا هعلمهولك، بس خلينا نخلص من الموضوع اللي احنا فيه ده وبعد كده ربنا يحلها. طيب في بقى حاجة مهمة دلوقتي، اللي هتخش عليهم عشان تبقى لهم منجم مش هتخش عليهم بشوية ورق، يعني لازم كمان نخش عليهم بشوية عينات من المنجم ده. ما الدهب موجود يا عم، ما انا شايله على قلبي من وانا جاي من مصر. يا راجل انا قلت انك انت هتشتري اليخت بالدهب ده. دهب ايه اللي هشتري فيه اليخت يا فاضل؟ يا حبيبي اليخت ده هشتريه بشيكات، الدهب اللي معانا بقى نخلص بيه الشغلانه دي. طيب في حاجه اخيره، ما ينفعش برضه نخش على الناس بسبايك دهب ودهب مشغول والنون ده طالع من المنجم، يعني الكلام ده لازم يتسيح الاول وتحط عليه شويه شوائب عشان يبان انه ده بخام. صح، دي عندك حق. طب انا هقول لك، سيب لنا الموضوع ده خالص، انا عندي اللي خالص. مساء الخير. ازيك يا حبيبي؟ من ساعة ما جيت وانت قاعد تحت في المكتب. الحقيقة عندي شوية شغل كتير اليومين دول مع الأستاذ الطويل، وفي شوية أوراق عندي كده براجعهم. شكلك كده ناوي تعمل قلبان في البيزنس بتاعك، جايب المحامي بتاعك ومقعده جنبك. ولا قلبان ولا حاجة، أنا بس بظبط شوية حاجات. مادام نويت أكمل الشغل ده، أنت اللي شكلك مروقة. آه، ما بتحبنيش وأنا رايقة؟ بالعكس، ده انا بتاع الروقان كله، وما دام احنا بقى في سكه الروقان دي يا ريت تهتم بالعزومه شويه. لا مش ههتم الا لما افهم. تفهمي ايه؟ انت عامل العزومه دي ليه ولمين؟ ابدا، اعملها لكل الناس المهمين الموجودين هنا في المارينا، وبرضه علشان الناس دي تقعد وتجتمع مع بعضها يشوفوا هيعملوا ايه وهيتصرفوا ازاي الايام اللي جايه، واكيد هنتعرف على ناس احتمال يبقى في شغل بيننا وبينهم. يعني انت عازم كم حد كده؟ كتير الحقيقه. انا قلت لسامح يفرز كل الناس اللي عنده ويشوف الناس المهمين الموجودين في المارينا ويعزمهم كلهم، يعني تقريبا هيكون من 60 ل 70 فرد. وبتفكر تقدم لهم ايه؟ انا سايب الحكايه دي بقى عليك انت، عايزك تشوفي مطعم لطيف كده تتفقي معاه على كل حاجه، وهو كمان اللي يعمل السيرفس، على شرط انها تبقى عزومه شيك تليق بينا وبالناس اللي جايه. حاضر حياتي. أغير وجهك. يا نهار اسود، أنا مش فاهم حاجة يا شريف. ولا أنا فاهم حاجة، المهم إنه مش أكيد في جهة سيادية ولا حاجة. طب هو بس هيضحك علينا ليه؟ ده الراجل عمال يعمل لنا في خدمات وما بياخدش حاجة، حتى في البار نيجي نعزمه يصر ان هو اللي يدفع. وبعدين يا اخي بقول لك ده صاحبي من ايام المدرسه، لا يمكن يضحك عليا. بقول لك ايه، انا مش متاكد من حاجه، اللي قلته لك ده قاله سمير ويليام. هو احنا نصدق سمير ويليام ليه؟ اه
ما جاي سمير ويليام ده هو اللي بيضحك علينا. وهو هيكذب علينا ليه؟ عايز يا اخي شهر بفاضل لاي سبب. يا عم اللي انت بتقوله ده ايه؟ ده مهندس استشاري كبير وعميد كليه الهندسه سابقا وكان نائب رئيس الجامعه، يعني هيلفق حاجه ضد شغله؟ يا عم عميد ايه بس واستشاري ايه؟ واذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل يا شريف. فاضل ده تحت ايده بيزنس الدنيا والاخره، لا يمكن يعني يفرق معاه اي حاجه. اللي قلته لك دوره في دماغك. طب نتقابل ونتكلم فيه الصبح. تصبح على خير. انت من اهله يا سيدي. ومين قال له كده؟ سي سمير ويليام يا ستي، واحد عرفناه كده على الماشي في البار. معتز انت عمال تطلع طاقه سلبيه، ما تطلع تبص للبحر للشجر، تحاول تنسجم مع الطبيعه شويه. يا ولفت حل عن سمايا السعادي، انا دماغي هتطلع نار. طب قولي انت مالك بس عشان اعرف اساعدك. ومين ده اللي صدقه واكذب صديق عمري؟ اكذب فاضل ابو الروس حبيبي؟ ده انا اعرفه من سنين، ده احنا كنا شله واحده وفي مدرسه واحده. أصدق واحد حيالله كده لسه عارفه من كام يوم في البر؟ لا طبعا ما تصدقش واحد لسه عارفه في البر، بس برضه ما تبالغش، انا اول مره اسمعك بتتكلم عن فاضل الايام اللي فاتت بس. يا ست افهميني، ما كناش بنشوف بعض بقالنا سنين، بس انا وشه في دماغي، اول ما شفته حسيت اني اعرفه وما صدقت انه فكرني بنفسه. ده احنا كنا اصحاب عمر، شله واحده بقول لك من ايام المدرسه. لو عاوز تفكر بهدوء علشان تلاقي حل يبقى لازم تتخلص من التوتر اللي انت فيه ده. يعني بص هقولك على تمرين هيضيع التوتر ده تماما. انت تقلع هدومك كلها وبعدين تنام على الارض وتفرد جسمك، والارض دي تكون رخام مش خشب، والمكان ما يكونش ليه سقف، وتبص للسماء كده لمدة 10 دقايق من غير ما تفكر في اي حاجة. والله والله هتحس براحة عمرك ما حسيت بيها قبل. صدق من غير ما تحلفي، بس بقولك ايه، ما تروحي كده ادخلي جوه اعمليك اي حاجه عشان عايز اقعد مع نفسي حبه لوحدي. بقى كده يا معتز؟ والله انا سايباك تتفلق، خلي الكائنات الفضائيه بتاعتك دي تحل لك مشاكلك. انا اللي عايش برضو مع كائنات فضائيه؟ لا انا مش مستحمل، انا لازم اروح له واعرف منه الحقيقه. رجب رجب قوم انا فاضل بيت. شوف مين يا رجب. وبعدين ده الاستاذ معتز. معتز ايه اللي جابه تاني ده؟ طب روح هاته يا عم. قلنا بعيدوه عن هنا ولا حطوه في اي حته. استاي 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 استاي. وبعدين بس ما تخافش مش هيعمل لك حاجه. تعالى اتفضل اتفضل اتفضل. يا اهلا يا اهلا. معلش جالك متاخر كده ومن خير معاد. يا راجل انت بتقول ايه؟ انت اتشرف في اي وقت. انما مالك يا ميزو؟ شكلك متوتر كده ليه؟ تعالى تعالى اعمل لك كاس. لا 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 ماليش دماغ لكاس. يا راجل انت يعني انت تشرب الصبح وما تشربش بالليل، امرك عجيب فعلا. اعمل لك كاس صغير. بصراحه انا مش عايز اعطلك، انا في حاجه كده قلبه دماغي ومش فاهمها. مالك يا مصر؟ هو انت مش بتشتغل في جهه سياديه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ مش مهم السؤال، المهم الإجابة. لا مفيش إجابة من غير ما أفهم السؤال. أنت مش تعرف الدكتور سمير ويليام؟
النهارده مع شريف صاحبي، قعدوا يدردشوا مع بعض وهات وخد في الكلام، جت سيرتك. قال له ان انت كنت بتشتغل معاه وعامل معاه بيزنس وعندك توكيلات وحاجات من دي. وفيها ايه دي؟ على فيها ايه ازاي بس؟ ازاي كده وازاي بتشتغل في جهه سياديه؟ هو انا عمري قلت لك ان انا بشتغل في جهه سياديه؟ نعم انا عمري قلت لك ان انا بشتغل في جهه سياديه؟ وبعدين هو انا لو بشتغل في جهه سياديه هقول لك اسكت يا ميزو، مش انا بشتغل في جهه سياديه؟ ثم مين قال لك ان اللي بيشتغلوا في جهه سياديه ما بيكونش عندهم شركات او توكيلات؟ امال هيغطوا نفسهم وشغلهم ازاي؟ صحيح. طب مش 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 بس يا ريت بقى انت والشريف تاخدوا بالكم من سمير ويليام ده، يعني ما تغرقوش قوي معاه، العين عليه من زمان ولسه هتزيد اكتر لما اللي جايين. ليه ماله؟ يعني الحواديت بتاعت الامريكان وتمويلات الاجنبيه، المواضيع اللي انت فاهمها دي غريبه قوي. يعني انت تشتغل في جهه سياديه وعامل التوكيلات ديت عشان تغطي بيها نفسك، صح؟ يا عم جهه سياديه مين؟ انت هتقولني كلام انا ما قلتوش؟ الله صح عندك حق والله، ما ينفعش تقول صح، ما ينفعش تقول حتى لو كان لصاحبك اللي بقاله يعرفك يجي من 30 سنه، صح؟ ده بالذات بقى صاحبي اللي انا اعرفه من 30 سنه واكتر، واللي من ساعه واحده بس كنت قاعد انا وهو بنخطط عشان مناجم الداب وغسيل فلوس، ولا ما ينفعش يجي دلوقتي ويقول لي انا بشتغل ايه ولا ايه؟ عندك حق صح فعلا، عندك حق فاضل. الله يدعقه بقى شريف، قلب دماغي يا اخي. عايز تعرف انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل صاحبك يا معتز، صاحبك اللي يخاف عليك زي ما بيخاف على نفسه بالظبط، صاحبك اللي لو شافك وقع في مصيبه هيفديك برؤيه، عشان عارف ومتاكد انك هتعمل كده بالظبط لو كنت في مكانه، صاحبك اللي عرفك وعرفته وانت عيل صغيرين وقلبك ابيض زي البفتة ما فيهوش نقطة سودة واحدة، وعشان كده الأخوة والمحبة فضلوا عايشين جواكوا مهما عدى من زمن وانتوا بعيد عن بعض. عرفت بقى أنا مين؟ أنا صاحبك، صاحبك من زمان. أنا بحاولك، بحاولك، بحاولك يا اخويا، انا استاهل ضرب الجزمه عشان سمعت كلام شريف ده. لا 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 لا، بص شريف عمل الصح علشان خايف عليك، عشان بيحبك. على فكره شريف ده صاحب كده، بس زي ما قلت لك خدوا بالكم انت وهو من سمير ويليام، يعني ما تبقوش في الامان قوي كده معاه. اتفضل يا محمود بيه. يا ريت بقى حضرتك تقول لي هتحتاج ايه وانا هجهز لك كل حاجه. مبدئيا انا محتاج التعاقدات بتاعت الشركات السياحيه بالنسبه لهنا وبالنسبه للثلاث قرى التانيين. تمام. والموقف المالي بتاعهم والموقف المالي للشركه ككل. مفيش مشكله خالص، انا هحضر لحضرتك كل الملفات المختصه بالمعلومات دي، وممكن كمان اخلي موظف من هنا من الحسابات يشتغل مع حضرتك يساعدك لو تحب يعني. تبقى عملت فيا جميله كبيره جدا. لا على ايه بس، وبالنسبه لحكايه الجميله دي بقى مش هتقول لي هو في ايه بالظبط؟ لا يا سامح بيه، اي استفسار حضرتك قوله لعمك، انا محامي عندي التزامات اخلاقيه وقانونيه للموكلين بتوعي. طبعا مفهوم.
طيب يا رب يكون مكتب عجبك. مش بطال يا سامحني. طب استاذن يا رب. اتفضل. السلام عليكم يا علامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا معلم سيد أجوت؟ الله يسلمك. يا أبو نادية. أه يا معلم. تعال. حاضر. خمسة وأجي لك يا برنس. خد المعلم أجوت وصله مشوار زي ما قلت لك. والعزوة معاك أهي. حاضر يا معلم. ما تنساش اللي قلت لك عليه. عينيا. طريق السلامة إن شاء الله. تسلم يا معلمة. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. على فكرة ده من أحلى الأوتيلات في مارينا الغردقة. الفيو هنا هايل يجنن. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. انا من امبارح حاجز غرفه باسم كابتن اسامه. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك. ممكن الاي دي او الباسبور بعد اذنك؟ شكرا. تفتكر يكونوا في البيت ولا طلعوا على البحر؟ لا في الحقيقه ما عنديش فكره. اتصل بشرويت وانت تعرف. عايز اعمل لهم مفاجاه. ما تقلقش تبقى مفاجاه حلوه يعني. طب من فضلك كمل اجراءات الحجز ونطلع شرط الغرفه. تعال اعزمك على قهوه. ايوه بالامانه يا شيخ. هاتها وتعال. اقلع يا راجل البتاعه دي اقلع. شيخ عصام ازيك يا راجل؟ اتفضل. سيد كيفك يا راجل؟ اتفضل يا مرحب بيك. والله واتجمعنا بره الزنزانه والعنبر يا شيخ عصام. ربك كريم. الشاي جاهز اهو. تسلم. عايز كم معلقه؟ معلقتين يا شيخ عصام. ايه اخبار الدنيا معاك بعد الليله السوداء اللي كان الرصاص نازل فيها زي المطر؟ ما تفكرنيش يا شيخ عصام، دي ليله ما يعلم بيها غير ربنا. ليلتها بعد ما هربت من اخر سور لمحتك وانت بتجري ناحيه الزراعات، ندهت عليك عشان تاجي معايا، لكن الظاهر ما سمعتنيش. ساعتها ما كنتش بفكر غير ان انا اوصل البساتين ازاي عشان اشوف اي حته لمؤاخذه التوى فيها. انا كمان التويت في الصراعات لحد تاني يوم، ما طلعتش منها غير لما الدنيا عتمت خالص، وفضلت ربطش من هنا ومن هنا لغايه ربنا ما رزقني بناس ولاد حلال ساعدوني لغايه ما جيت لغايه هنا. الحمد لله. قل لي مين اللي دلك على مطرح ده؟ فاضل بيه. فاضل بيه؟ فاضل بيه مين؟ هقول لك. والنبي بقى يا بابا وديني البحر. معلش يا حبيبتي خليها لبكره عشان النهارده جاي من السفر. ماشي؟ والنبي بقى يا بابا. رنا بابي قال لك ان هو تعبان لسه جاي من السفر. روحي يلا اقعدي معنا انا عشان عايزه اتكلم مع بابي شويه. ماشي يا ماما. انا مش عارفه انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ مش الدكتور قال لك اقعد لغايه اخر الاسبوع؟ ما تسمعش كلامه. انا خلاص بقيت كويس دلوقتي، ما عنديش مشكله. وبعدين جو البلد هناك بقى مقرف قوي، وانت كنت وحشني. معلش يا اسامه انا هضايقك شويه. يا ريت نعمل اللي اتفقنا عليه اخر مره قبل الحادثه. يعني ايه يعني؟ ما نشوفش بعض فتره. يعني ايه ما نشوفش بعض؟ في ايه يا شروط؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بقى انا جاي بقول لكم عايز اقعد معاكم عشان وحشني واشوفكم، تقولي ما نشوفش بعض؟ اسامه لو سمحت من فضلك بطل انفعال.
وبعدين الكلام ده مش جديد، قلناه قبل كده مليون مره. وبطل بقى اسلوب العيال اللي انت بتتصرف بيه ده، لان انت اصلا مش عيل. حاضر حاضر يا شروات، هعمل اللي انت عايزاه بالظبط. هرجع مصر دلوقتي. حاضر. انا ما قلتلكش ترجع مصر يا وسام، بالعكس انا مبسوطه انك موجود هنا جنب بنتك عشان تاخد بالك منها. يا وسام انا تعبت. يا وسام ارجوك حاول تساعدني، لازم نبعد عن بعض فتره عشان نقدر نتعامل مع بعض. ارجوك يا وسام عشان خاطري. ممكن؟ ممكن. يدوم الشاي يا شيخ عصام. يدوم عزك يا معلم. طب هو عايز ايه مني؟ بص يا شيخ عصام، انا كل حاجه اعرفها قلتها لك، وكل كلمه قالها لي قلتها لك بالحرف. وبعدين الراجل ده بصراحه من طرف ناس انا اضمنهم برقبتي، والراجل بصراحه ما قصرش معايا في اياته حاجه، بس الراجل شغله كتامي. شوف يا معلم سيد، الواحد منينا لازم يحرص من اي حد ما يعرفوش. انا عارفك انت عشره وعيش وملح، لكن هو ما عرفوش. قلبها في دماغك واستخير ربنا واعرف الصالح. خد دي رقم تليفون انا كتبته لك، كلمني. وخد دول. ايه دول؟ دول امانه، خليهم معاك لحد ما نشوف بعض تاني، يبقى ردهم. بقول لك يا شيخ حسام، ها الشيخ محمود فرغالي هرب ولا لا؟ لا ما هربش، ما كانش يقدر. على فكره انا زهقت من القعده هنا بقى اخر حاجه خلاص. اكيد القعده هنا احسن من مصر. انت كمان قاعده زهقانه عشان احنا قاعدين من غير شغل. انت متخيله ان احنا بقى لنا 5 سنين بنعمل برنامج يومي كل يوم ومره واحده وقفنا؟ اكيد هتزهقي سواء هنا ولا في مصر. يعني ايه مش فاهمه، انت ناوي تقعد هنا على طول ولا ايه؟ لا طبعا، بس الدنيا تهدى ونشوف ايه اللي هيحصل. اه شهير النمروسي عامل بكره حفله عنده بالليل على العشاء، وعايز الناس كتير، ايه رايك تيجي؟ انا اوريدي معزوم على الحفله دي، سامح ده لو مدير الاوتيل عازمني عليها، بس انا قلت له انا مش متاكده خالص. مش متاكده ليه؟ الله، ما انا عارفه ان انت رايح، انت واختك ومامتك ومراتك، ومراتك اصلا لما بتشوفني لوحدها تبقى عايزه تاكلني، ما بالك بقى لو الثلاثه اجتمعوا عليا يفعصوني ولا ايه؟ يا حبيبتي مفيش حد يقدر يقرب لك وانا معاكي. لا 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 بليز بلاش التوتر ده خالص. اسمعي بس، دلوقتي شهير بيه ناوي يعمل محطه فضائيه جديده، هو لمح لي بكده. فايه رايك نروح نتكلم معاه ونشوف هيقول ايه؟ احنا ممكن نمسك الموضوع ده فروم اي تو زي. هتشربي ايه؟ اي حاجه. بونجور. اوه بونجور يا هان، اتفضل. ديكورات فيلتك تحفة، انت اشتريتها كده ولا انت اللي عاملها؟ لا هو السؤال الاهم، عرفت منين اني مشتريها؟ مش يمكن اكون مأجرها؟ مش يمكن بتاعت قرايبي؟ يو ده انت فظيع. ايه ده؟ انت قايل انك بتصطاد سمك مش وحوش؟ يعني على قدي. بعد الغدا هفرجك على اوضه الصيد بتاعتي. ميرسي قوي. هو مين اللي بيغني ده؟ ايه ده؟ ما تعرفيش عبد المطلب؟ عبد المطلب؟ ياه ده انت مزاج قوي. هو في حد لسه بيسمع الحاجات دي؟ هو في حد دلوقتي بيسمع اصلا؟ لا ركزي شويه مع عبد المطلب، اسمعي الطرب. الهي ربنا يصونك، إلهي ربنا. خلاص خلاص صوتك شنيع. شنيع؟ حطمتيني. أروح إزاي دلوقتي أنا امتحان الإذاعة؟ معلش. سلام يا طلب. ها نكمل. بتحبيه؟ عبد المطلب؟ لا شهير النمروسي؟ لا ده سؤال صعب قوي. ايه الصعب في السؤال ده؟ يا بتحبيه يا ما بتحبهوش. يا سلام، هو الواحد بالسهوله دي يقدر يعرف اذا كان بيحب حد ولا ما بيحبوش؟ خصوصا يعني اذا كان الحد ده جوزه اللي بقالهم سنين عايشين في بيت واحد.
لا بصراحة بقى مش قادر أفهم إيه وجه الصعوبة في السؤال البسيط ده. الصعوبة إني معرفش. بص يعني أنا طبعاً بقدره وبعزه عشان زي ما قلت لك هو واقف جنبي كتير وساندني. في الأول خالص كان كويس قوي معايا. بس دلوقتي مش طايقة وبقيت بتخانق من الحاجات المقرفة اللي بيعملها. حاجات إيه؟ حاجات إيه؟ إيه بيضربك؟ بخيل؟ بيخونك؟ شاير بني آدم رمرام. ما تبصليش كده، أنا عارفة إن كل الرجالة بتخون، بس شاير ما عندوش تمييز، يعني أي تهمة مربوطة بياخدها أوضة النوم. الله، يبقى إيه بقى اللي بتحبيه فيه؟ إيه؟ كرسي الحزب ولا إنه قد أبوكي؟ أنت مش فاهمني خالص على فكرة. لا الموضوع مش كده. المشكلة إن أنا كل ما بفكر إن أنا ممكن أسيبه وأبقى مرة واحدة في الهوا بتخض. بترعب. أنا مش عايزة أتبهدل تاني في الدنيا. حتى دلوقتي بعد ما خسر جاهه ونفوذه برضه مش قادرة أسيبه. مش عارفة. مش عارفة مش عارفة مش عارفة بصراحة. أنا متلخبطة. في ناس كتير كده يا رانيا، من كتر ما بتترعب من الوحدة بتقبل على نفسها حاجات أحقر بكتير. مساء الخير يا هاني، الغدا جاهز يا ريس. اتفضل. إلهي ربنا يخون. خلاص بقى. قلت له كل الكلام ده يا دكتور والله، بس اصل انت ما تعرفوش. أسامة مخه صغير، طفل يعني. تعرف الطفل الأناني الشرير اللي ما تدروش اللعبة اللي هو عايزها فيقوم يكسر في كل اللعبة اللي حواليه؟ هو ده بقى أسامة. عموما أنا اتكلمت النهاردة معاك دون أي انفعال. هنشوف بقى إيه اللي هيحصل. بس يا ريت بقى يحترم نفسه شوية ويسيبنا استريح. آه حفلة شهير بيه بكرة. كريم قال لي عليها، ان شاء الله اشوفك هناك. مبسوطه قوي انك كلمتني. روفاي باي. وده مين ده بقى اللي بتتكلمي معاه بالمفتوح كده عن اسامه؟ دكتور عمر الدواني. ده الوزير اللي كنت شغاله معاه؟ هو قابلته هنا من كام يوم بالصدفه. وانتوا صحاب قوي كده عشان تكلميه في خصوصياتك عادي كده؟ خصوصيات ايه يا ماما؟ راجل لطيف وذوق، لما قعدنا مع بعض خدنا الكلام عادي. انا مش معترضه، أنا بس بحاول أفهم، هو عمر الديواني ده متجوز؟ عايز تجوزولي ولا إيه؟ وليه لأ؟ خصوصاً إنه مهتم بيكي قوي زي ما هو باين من المكالمة دي. عموماً هو مطلق وعنده بنت تقريباً كده عندها 17 سنة. يبقى أنا عندي حق ومش غلطانة، والراجل شكله محترم، لو سنه مناسب يبقى حقك تفكري فيه بجد. أنت إيه حكايتك يا ماما؟ عاملة كده قصة من لا شيء. لما راجل ملوش صلة بيكي ومهتم قوي يعرف ايه اللي بينك وبين طريقك وخايف عليكي منه وبينصحك، يبقى ده بيفكر فيكي. واذا كان سنه مناسب وراجل محترم، يبقى الاصول ان انت تفكري فيه وتبطلي تضيع وقت مع اسامة دوت وحركاته دي. السفرة دايما يا فاضل بيه. يدوم عزك يا هانم. اتفضلي. رجب. احنا خلصنا. رجب المسقعه تحفه، لازم اخد وصفتها منك. الهنا والشفا يا هاني، اكتبها لك فورا. انت عارف لو عملت كده انا هعمل فيك ايه؟ عارف عارف يا باشا. لا مؤاخذه يا هاني، انا اعملها واطبخها واوديها لغايه البيت بس الباشا يوافق. ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ عجبتك المسقعه يبقى تيجي تاكليها هنا. ولسه ياما في الجراب يا حاوي، مكرونه بالبشاميل بقى، كبده اسكندراني، ملوخيه بالارانب. ولا انت فاكره الحاجات بتتاخد كده بالسهل؟ اللي عايز حاجه لازم يدفع ثمنها ولا ايه؟ ثمنها؟ هو انت كل مره هتدخلني في افلام الرعب دي؟ طيب وعايز ايه ان شاء الله ثمن وصفه المسقعه؟ اي حاجه.
هو انت عمرك خدت حاجه ما دفعتيش ثمنها؟ اقول لك هاتي الخاتم ده وتبقى انت الكسبانه. الخاتم ده غالي قوي. انت اغلى بكتير. تعالي افرجك على اوضه الصيد بتاعتي. انتوا عزمتوا مين بقى في الحفله دي؟ مش عارفه مين بالظبط، بس هو قال لي انه قال لكل الناس المهمه اللي هنا دلوقتي. يا سلام، طب ما انا من الناس المهمه اللي موجوده هنا دلوقتي، ازاي يعني ما اتعزمتش؟ وانت ليه خدتها جد قوي كده؟ اكيد ما عزمكش عشان ما يعرفكش. او عشان خايف مني. ويخاف منك ليه ان شاء الله؟ يعني عشان صياد بقى وكده. طب ماشي يا صياد، ورينا انجازاتك والميه تكدب الغطاس. اتفضل. صياد وجيت اصطاد، صادوني عيوني الحلوين. قلبك جامد؟ قوي قوي قوي؟ فعلا. طيب يا مامي. ايه ده؟ يا مامي من اولها. خش خش خش، ما تخافيش، دي كلها حاجات متحنطه. هو انت اللي اصطدت كل الحيوانات دي؟ طبعا انا اللي اصطدتها وانا اللي حنطتها. طب وانت لقيت الحاجات دي فين اصلا؟ في منخفض القطاره، جبل علبه، وفي العينات، وفي الجلف الكبير. الحتت دي اللي انت قلت عليها تطلع فين؟ الحتت دي تطلع في الهند. الله، انت رحت الهند؟ يا سلام، انا بكلم ايه؟ واحده في الاعداديه في مصر. طب بس بقول لك ايه، اوعى تجيبي سيره لبتوع حمايه البيئه، ما فيناش من الغدر. وانت بتطلع الحتت دي مخصوص يعني بتسافر لها عشان تصطاد؟ طبعا، الصيد ده اجمل متعه في الدنيا. لما تجربيها عمرك ما تسليها. احساسك وانت بتجري ورا الفريسه بتاعتك، المتعه اللي بتحسي بيها تشوفيها وهي بتقع في الفخ، النشوة اللي بتملاكي لما بتقع في ايديكي. اما تجربي هتعرفي. يخرب بيت عقلك، انت مجنون فعلا. هاخدك مرة الجبل ونصطاد سوا، ولا خايفة ومش عايزة تجربي؟ لا اجرب، ما بخافش. يا جامد، بس على قولتك المية تكذب الغطاس. ايه ده؟ ايه ده؟ الهزار ده مش حلو على فكره، الهزار الهزار ده مش حلو. متشكر قوي 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 يا درش. الورق اللي انت جبتهولي ده عملت لي بيه ختمه كبيره جدا. يا باشا ما تقولش كده، ده انت ريسنا وعمك كله. بقى معقوله تبقى في زنقه وما تلاقيناش جنبك؟ عارف عارف والله العظيم، ده عشره عمري يا راجل. راجع سعادتك الاسامي اللي هنا، واي حد من دول هتعوزه هنجيبه، كلهم تحت ايدينا. ما انا لو اعرف بس هنعوزهم في ايه. ازاي يعني وسعادتك مش عارف؟ لا قصدي يعني انا مش عارف النيابه هتسالني في انهي قضيه وانهي متهمين وكده يعني. نيابه من يا باش، ما تشيلش هم يا باشا، كلهم تحت ايدينا وكل اللي هنامرهم بيها يعملوه. الله، هو يعني اللي احنا عملناه ده اياميها مش عشان كنا بنخدم البلد؟ طبعا كنا بنخدم البلد، امال كنا بنخدم امي؟ بس احنا صحيح افترينا شويتين، لكن هو بقى العمل ايه؟ عمل عمل ربنا، وحد كان عارف يعني انه هيطلع فيسبوك كده ولا مفيستي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اهدى معالي الباشا، اهدى مش كده. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مين؟ بعد كده أنا فاضي. أيوة يا باشا، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ها طمني، سبعة ولا ضبع؟
عيب يا باشا، كل اللي أمرت بيه يتنفذ بالحرف. خد منك الفلوس واديته تليفونك. حصل يا باشا. تمام. ومحمود فرغلي ما هربش. ما هربش يعني ايه؟ يعني ايه السجن مفتوح قدامه وما هربش؟ بيقول انه ما قدرش. ماشي، المهم تكون سيادتك اطمنت بقى ان انا مشغلك في الامان. يا باشا انا دلوقتي طوعك من ايدك دي لايدك دي ورقبتي. تعيش يا ابو السيد. تعالى بقى اما نقعد علشان نظبط حاجه مهمه جدا. اتفضل يا باشا. صلي بينا على النبي. الف صلاه عليك يا نبي. احنا لينا ملف في مباحث المصنفات الفنيه بتاعنا، عايزينه. ايوه بس لا مؤاخذه يا باشا، فين مباحث المصنفات الفنيه دي؟ في مجمع التحرير. مجمع التحرير عارفه يا باشا. هم طبعا قافلين دلوقتي. مظاهرات بقى وناس بايته في التحرير والشرطه غضبانه عند بيت ابوها، انت فاهم. مين بقى دلوقتي فاضي انه يعمل محاضر مصنفات فنيه؟ كلامك عين العقل يا باشا، بس لا مؤاخذه برضه احنا لازم ناخد احتياطنا. بتوع المباحث دول بقى اسالنا انا عنهم، دول اللي بيجوا في الهيفا ويصدروا. عيب عليك بقى، كله مدروس. الملف اللي احنا عايزينه بتاع قضيه قديمه. ثانيا الاحراز بتاعه القضيه دي مرميه هناك، محدش داري بيها. انا عامل ترتيبه للدخول والخروج من غير ما حد يضايقنا، لكن برضه لازم نروح ونعاين علشان نكون مطمنين 100%. تمام يا باشا، انت كل اللي تؤمر بيه هيتنفس. عظيم. راجع بعد شويه هيتصل بيك علشان يظبط معاك، هيطلع لك جنيه صول في المباحث. ايه انبسطت قوي؟ ها طيب، مبروك يا عريس. بكره بالليل متاخر هنطلع باذن الله على مصر علشان نوصل بدري قوي الصبح، نخلص المصلحه بتاعتنا وتننا راجعين. على خيرة الله يا باشا. أي أسئلة؟ لا يا باشا. إيه؟ خفيت من مرض الأسئلة؟ طيب يلا سلام عليكم. على السلامة يا باشا. مع ألف سلامة. يبقى تقل بقى عشان مصر برد. ماشي يا باشا. اقفل الباب وراك يا محمود. رجعت الورق مش كله بالظبط، لكن تقدر تقول إن أنا ابتديت. انت عارف انا محامي مش محاسب، والشؤون الماليه دي مش اختصاصي. يا سيدي ما انا عارف كل الحكايه، عايزك تاخد فكره عن الموقف عشان لما نقرر الاجراءات القانونيه الصح. ده اللي انا بعمله بالظبط، بس انا رايي انك تتأنى يا شهير بيه. يا محمود ما اقدرش استنى، لازم اعمل المحطه التلفزيونيه. انت عارف الظروف السياسيه اللي بتمر بيها البلد دلوقتي، لو ما بقالناش صوت في الهيصه دي هنداس كلنا بالجزم. مفهوم مفهوم يا باشا. لازم اركز على القناه الفضائيه، لازم. شهير بيه ازاي معاليك؟ انا اسف جدا ان انا جيت من غير دعوه، بس الحقيقه سعادتك ليك عندي حاجه مهمه. انا فاضل ابو الروس. الشرف لي انا يا فندم. بجد يا كريم البلد هنا تحفة، نفسي نعيش هنا على طول. نعيش هنا؟ انت عارفة يا مار لما بتقولي الكلام اللهبل ده ما بكونش عارف ارد عليك اقول لك ايه. عايزاني اسيب شغلي وحياتي عشان عاوز اكمل في الغردقة واخد تاني؟ ما تفكري كويس. مساء الخير. مساء النور، اتأخرتي ليه؟ ازيك يا مدام ميار؟ طيب عن اذنكم انا بقى. لا وعلى ايه؟ انا اللي عن اذنكم. هو في ايه؟ مراتك مالها؟ ما ده العادي بتاعها. ايه الحلاوه دي؟ لو سمحت انا عايزك النهارده تتبسط في الحفله احنا جايين فيها. حاول تخرج من المود الغريب اللي انت حاطط نفسك فيه. جايين ننبسط، نضحك، نتكلم. ايه؟ متردد ليه؟ ما تمشي. دلوقتي شرويت لو شافتني هتقلب عليا. سبحان الله. يعني انت جاي مخصوص عشان عارف انها موجوده هنا، ودلوقتي خايف لا تشوفك. انت بني ادم غريب وما بقتش فاهمك بصراحه. طبعا من انا ايه يعني دلوقتي؟ لا لا ولا حاجه دلوقتي. يا اهلا 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 وسهلا. اهلا اهلا اهلا. نورت. شكرا شكرا. اتفضلوا. الو اهلا يا باشا. ايه معقول
ده كل حبايبك هنا. طب يا فندم. لا 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 لا، تحت امرك، نلتقي مره ثانيه. الف سلامه يا فندم، سلامه. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير. فاضل ابو الروس. اهلا وسهلا، اتفضل. ميرسي يا فندم، انا عارف ان انا مش معزوم، وعارف ان سعادتك عندك حفله وضيوف. انا مش هعطلك نص دقيقه بالظبط بعد اذنك. اتفضل. مبدئيا سعيد باشا عبد الرشيد بيبلغ سعادتك تحياته. ايه ده، انت عارف الرضيف فين وعلى اتصال بيه؟ هو موجود يا فندم في دبي، والاوضاع متظبطه، اسبوعين ثلاثه وهيظهر الحياه تاني ويتصل بكل حبايبي. الحمد لله، والله دي اخبار كويسه. الحمد لله. ثانيا انا عارف ان سعادتك بتحب السيجار الكوبي، قلت مش معقول يكون عندي الشرف ان انا اقابل سعادتك وما اجيبلكش حاجه بسيطه كده من كوبا. ده اصلي؟ لا اكيد يا فندم. طيب اتفضل، اتفضل حضرتك. انا مش عايز اتطفل على ضيوف سعادتك. يا راجل تتطفل ايه؟ دول مجموعه من الاهل والاصدقاء. اتفضل. فاضل بيه مش كده؟ فاضل ابو الروس يا فندم. اتفضل فاضل بيه. اتفضل اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا بمعاليك. مساء الخير. اهلا وسهلا. فاضل بيه الوزير. اهلا وسهلا. اهلا فاضل بيه. سياده اللواء زي صح. ازيك يا حاجه؟ مفيش حاجات جديده. تعرف فاضل بيه؟ مدام رانيا، مبسوط اني شفت حضرتك. انا سلمى الطلاني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. على فكره كلموني من عندك من البرنامج عشان اطلع اتكلم يوم 2 فبراير زي ما حصل مع اسماء. طبعا طبعا، اسم حضرتك كان موجود في قائمه النجوم اللي كانوا هيتكلموا، بس انا مرضتش. مرضتيش عشان كنت مع الاعتصام ومش هيخليكوا تقولي رايك؟ لا، مرضتش عشان ماليش في السياسه وما عنديش راي اصلا. بس احنا عمرنا ما كنا نمنع حد يقول رايه ابدا. الكلام ده كان بيحسن من الاول، لان الامن هو اللي بيحدد مين اللي يتكلم في البرنامج. انا عن اذنكم. اتفضلي. لا الا ده بقى بعد اذن معاليك، ده صديق عمر من ايام المدرسه. معقول؟ ده انت طلعت عرفت كل الناس يا اخي. الحمد لله. طبعا البيت بيتك يا فاضل بيه. طبعا يا فندم. طيب استاذنكم انا هاخد درينك. اتفضل. حاجه غريبه، ما كنتش متخيل طلع عارف كل الناس. احنا قد كده اهو. مساء الخير يا هند. مساء النور. معلش هتعبك شويه. ممكن نسكافيه بلاك لو سمحت؟ تحت امرك يا فندم. نسكافيه بلاك؟ اي حاجه مش موجوده عشان اتوكل على الله. ماشي، فهمني دلوقتي انت جيت هنا ازاي؟ جيت بالعربيه بتاعتي، انا هجيب حنطور مثلا. لا مش قصدي، قصدي ما قلتليش يعني انك معزوم. ما هو انا لازم اقول لك على كل تحركاتي ولا ايه؟ الهوي عليك، ما تقدرش تجاوب على سؤال عدل من غير لف ودوران؟ ايه هو اللي ممكن لف ودوران؟ انت فاكره انا كان ممكن اسيبك تكوني موجوده في الحفله دي من غيري؟ لا خلي بالك، انا ده قديمه ما ينفعش معايا الكلام. ماشي يا ابو دقه قديمه، قول لي دلوقتي انت تعرف شهير منين؟ مبسوط بيك وعمال يعرفك على الناس كلها، ده انت اصلا طلعت تعرف نص الناس اللي هنا. سيبك انت من الكلام الفارغ ده. انت ايه الحلاوه المستفزه؟ ده قهوه جنين ولا ايه؟ ما تقطعيش بس. فاضل بيه ازيك؟ ألفة هانم، ازي حضرتك؟ والله كنت لسه بسأل هانم عليكي. فعلا كان لسه بيسألني عليكي. عن إذنكم. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. أنت عارف وفاء هانم؟ طبعا، مدام وفاء الشيمي مصممة الأزياء. هلو يا فاضل بيه، ألفة بتشكر لي في حضرتك كتير قوي، وكمان بتقول لي عندك خبرة في حاجات كتير. ربنا يخليكي ويخليها هي، بس مدام ألفة يعني تحب تبالغ شوية. لا طبعا ده حقيقة. بقول لك ايه، فاضل بيه الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدنا في الموضوع بتاعنا. بس يا ريت يا فاضل بيه بقى ما تتريقش علينا. اعوذ بالله، تحت امرك يا فندم في اي حاجه، اتفضل. انت عارف طبعا المصيبه اللي احنا عايشين فيها اليومين دول، فكنت عاوزه اسال عن حاجه كده يعني. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. هو حضرتك تعرف حد يساعدنا في تحضير الارواح؟ يا هانم، حضرتك بتكلمي واحد من الاعضاء المؤسسين للجمعية العربية لتحضير الأرواح. عشان كده بقى بقول لك كفاية بقى تشاؤم ولازم نتفائل شوية. هيجي التفاؤل إزاي وأنتوا شايفة وضع البلد يعني؟ أهلا 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 مع الوزير. أهلا أهلا. زي الصحة. الله يخليك. أهلا إزيك يا إزيك يا شريف بيه؟ إيه؟ أنت سبت الجورنال وقعدت هنا ولا إيه؟ مع إن أنا يا أخي لسه بقرأ اسمك على الترويز. ما خلاص بقى كلنا في الهوا سوا. هما بس سايبين اسمي تسديد خانة لحد ما ينزلوا التعديلات الجديدة. يا سيدي انت قلتها،
كلنا في الهوا سوا. على الاذن عليك. اتفضل يا فندم. سلام. باي باي. ده شريف عبد الغني رئيس التحرير. الظاهر اخرته هيقعد معانا هنا. مين اللي كاس يا ابني؟ مين اللي واقف معاه ده؟ ده الوزير عمر الديواني، كان بتشتغل معاه قبل كده. عمر الديواني؟ مالهم واقفين على بعض قوي ومفرفشين قوي كده. بقول لك ايه اسامه؟ بلاش الجنان اللي انت فيه ده. تريز. اروح اشوف الناس. حسن اخبارك ايه؟ بقالك هنا قد ايه؟ حبيبتي خليني اشوفك، اوكي؟ هاي شروط. انت ايه اللي جابك هنا يا اسامة؟ انا سامح ان روسيا هو اللي عازمني. انا ما عنديش مشكله مين اللي عزمك، انت ايه اللي جابك هنا تقف معايا دلوقتي؟ ايه بلاش اسلم عليك يعني. اوف انت مش معقول. هو الراجل ده في حاجه بينك وبينه؟ راجل مين؟ انت ازاي اصلا تسالني السؤال ده؟ وبعدين اقف مع مين ولا ما اقفش مع مين دي مش مشكلتك، وزي ما قلت لك مليون مره يا اسامه وريت تسمع كلامي يا ريت تشلني من دماغك عشان ترتاح وارتاح. اوف ارتاح وارتاح. عن اذنكم سامح. ايوه سالت لي عليه هو مين؟ هو في الحقيقه انكل هو فعلا انسان غريب قوي، كلهم يعرفوه بس كل واحد بشكل مختلف. اللي هو علي بيقول ان هو شغال في جهاز يدوي، بس دكتور سمير بيقول ان هو بيزنس مان نص نص يعني، واصلا ما بيستريحلوش. معتز بيه بيقول ان هو صاحب الروح بالروح من ايام المدرسه، اما بقى شريف بيه فبيقول لك انه ما عرفوش، ما عرفش اصلا هو شغال ايه، بس هو انكل عمر بياكد لي ان هو من جهه سياديه. طيب فاضل بيه العقيد مصطفى. مصطفى اشتغل معايا سنين في البحر الاحمر قبل ما اسيب الشرطه ويشتغل هنا في امن مارينا. اهلا يا باشا. اهلا وسهلا فاضل بيه، تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. فاضل بيه راجل من اصحاب المكانه والهمه وليه فيلا هنا. الله يحفظك يا باشا، فرصه سعيده يا فندم. انا اسعد يا فندم. طب استاذنك. اتفضل. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور؟ انت مقاطعني ليه؟ مع ان انا اشتغلت معاك بما يرضي الله. يعني انت مش عارف اصحابك الطلاينة عملوا فيا ايه؟ قال لي طب وانا ذنبي ايه يا دكتور؟ انا كلمتك يجي شهر، بعت لك ايميلات، واتصلت بيك 100 مرة، شفت تليفوناتي ولا ما شفتش تليفوناتي؟ شفت تليفوناتي وطنشتني، وبعت لك فاكس، ما كانش ناقص غير ان ابعت لك حمام زاجل. على العموم يا دكتور، اكيد هيبقى في فرصة نقعد مع بعض واشرح لك. خسارة يا دكتور. الفترة اللي فاتت دي دبي رجعت تشتغل التاني، وكان في مستثمرين كبار وبيدوروا على مكاتب استشارية. بس الآن ما قلتليش ليه؟ سبحان الله، بقول لك قعدت اتصلت بيك كتير. على العموم لو حضرتك مهتم أنا طبعًا ممكن أعمل كونتاكت بينك وبينه. لا طبعًا مهتم جدًا. خلاص يبقى رد على تليفوناتي بقى. حاضر، عن إذنك. اتفضل يا دكتور. القشرة برضه ما تهونش إلا ولا بلاش. هي دي الفكرة اللي عندي وأحب أسمع رأيكم. والله دي فكرة هايلة يا شهير بيه، بس محتاجة تمويل كبير. شوفوا لو الأيام اللي جاية عدت على خير وسابوني هكون أنا الممول الرئيسي، وطبعا هجيب معايا ممولين تانيين، ولو سعدية هاني تحب تخش معانا ده شيء يشرفني. طب والله هي اللي فاتحة معايا الموضوع ده وبنفسها كمان. عظيم، نتكلم في العمل بقى. أولا عايزكم تكتبوا مشروع للمحطة، ولازم تاخدوا بالكم زي ما قلت لكم البلد خلاص اتغيرت واحنا لينا فيها مصالح كتير، يعني لازم يبقى لنا صوت مسموع والا هيدهسونا. طبعا احنا هنحتاج نعمل اكتر من قناه اخباريه وبعض القنوات اللي يخدموا على القنوات دي، يعني منوعات دراما رياضه. طبعا انا هعتمد عليكم انكم تكتبوا المشروع ده وبعدين ندرسه مع بعض. هيحصل من بكره يا باشا. هاي كده بقى انا عايزكم تعملوا كل حاجه وبسرعه. مرو هاتي لي كاس ويسكي بتلج حصليني على المكتب. حاضر يا فندم. طيب انا هستاذنكم شويه. اتفضل يا باشا. الفرصه ان احنا كنا بنحلم بيها جت لحد عندنا، مش لازم نضيعها بقى وبكره نشتغل على المشروع ده. قلت لك ده انسب واحد هيقف جنبنا في المشروع ده. Mm-hmm.
تعالى انت هتتكذب. اتفضل. يا لهوي اللي ضهري يا راجل، لم نفسك. الناس بره ومراتك لو طلبتني يا اخويا مش هتاكل. يا بنت هديك الطقطقه ايه؟ يا لهوي والنبي لو ادتني الطقطقه. انت اتجننتي يا راجل؟ يا بنت ما تخافيش، انا بقول حفايب بصي اديني قطه. يا لهوي بس يا راجل، بقول لك الناس بره. قطه سريعه حسابك كده هيتقل. موافق. ايه ده مالك؟ ايه وشك مالوكه ليه؟ مفيش. طب تعالى نتمشى شويه. تعالى. دلوقتي اللي عايز يخطبك يتكلم مع مين هنا بقى؟ فاضل لو سمحت، انا فهمتك قبل كده، انا ست متجوزه. بس ما بتحبهوش. وهو ما يستاهلكيش. على فكرة موضوع الشركة الإيطالي دي مش غلطته وملوش ذنب فيها. فعلا أنا حسيت ده في مقابلتنا اللي فاتت لما قلت لي إنك شايف إن هو المسؤول. لا لا أنا بس كنت متوتر شوية. فاضل ده شخص محترم وفيري أونست بجد. أنا مش هسيبك تهربي مني تاني أبدا. أنت فاهمة كويس إن أنا عندي مشاعر ناحيتك، فعايزين نقرب من بعض أكتر. يا دكتور أنت عارف كويس. ما تقوليش أي حاجة دلوقتي، أنا عايزك تفكري بقلبك وبعقلك. انت يا جدع انت عايز مني ايه؟ انت في ايه اتجننت؟ في ايه يا بني ادم انت؟ انت بتتكلم كده ازاي؟ بتكلم ازاي؟ عارف لو قربت منها تاني انا هوريك انه هو في عز الضوء. اسامه في ايه يا حيوان؟ حيوان؟ يا جدع انت يا كابتن يا كابتن مش كده عيب. قلت لك انت يا عم انت يا انت مالك؟ انا لو سمحت ما حدش يدخل يا كابتن ده انا من محبيك. لا معلش يا انكل معلش معلش. ايه هو ايه اللي حصل؟ الحيوان ده كابتن اللي اسمه اسامه الدفاع بتاع الكوره ده اللي نزل عندنا في الاوتيل اتعدى على انكل عمر. يمشي من الاوتيل بكره الصبح. حاضر. يا عمر عايزك. اتفضل. يعني انت بتفكر تتجوزها؟ ده في غلط يا شهير. لا غلط ايه؟ بالعكس دي حاجة جميلة جدا، أنا بس بستفهم عشان أعرف الموضوع مهم عندك قد إيه. بيني وبينك أنا بقيت بفكر في موضوع الجواز ده جدا جدا. خلاص يا شهير، الواحد ما بقاش فيه حاجة تستاهل غير إنه يفكر يعيش اليومين اللي فاضلله مستريح ومبسوط. يعني أنت حاسس إن شروتي دي هي الست المناسبة ليك؟ أكتر ست أعرفها فيها ريحة ولاد الأصول. تعرف أنا إيه مشكلتي مع فيرونيك؟ ما فلجر. صحيح فرنسوية بس فلجر. إنما شروت ليدي. ليدي بجد يا شهير. أكتر ست عرفها تفكرني بولاد الأصول. هو ده كل اللي عجبك فيها؟ لا طبعًا. فيها حاجات كتيرة جدًا جميلة. إنما دي أكتر حاجة. تعرف يا شهير؟ أنا الست اللي هتجوزها عايزة تملى حياتي وبيتي بريحة الزمن الجميل، ريحة البيوت القديمة في منشية البكري. فاكرها يا شاير؟ فاكرها طبعا. بس أنا الريحة دي بقى بتفكرني بستات تانيين. خلاص يا ابو الكباتن اتفقنا؟ اتفقنا يا فاضل بيه. تمام يلا اطلع بقى رايح شويه كده واستجم مع الجاكوزي، اتفرج على ماتش حلو. الصبح اول ما تصحى كلمني ضروري علشان نتقابل وندردش، عايزك تطمن. قولت ان في حاجه اسمها مشكله من غير حل، ده مش في قاموس فاضل ابو الروس. على اذنك. بكرة بكرة
السلام عليكم. وعليكم السلام. لحظة واحدة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ رجب. إيه الأخبار؟ كله تمام، هعمل لك بقى كوباية شاي تعدل دماغك. ولا شاي ولا قهوة، أنا مستعجل ورايا مصالح. ماشي الحال. إيه فين الناس؟ موجودين جوه، مستنيين في مكتب البشمهندس. وفين مكتب البشمهندس؟ اتفضل معايا. اتفضل. ها، جابوا الحاجة اللي إحنا طلبناها؟ وطي صوتك لحد يسمعنا. اطلب أنت بس لبن العصفور وما يهمكش. بقول لك ايه؟ مش كنت عملت لك كوبايه شاي تعمل بيها دماغي الاول؟ مش هشرب شاي، مستعجل. حاضر، تعال. اتفضل يا استاذ راجل. صباح الخير. اهلا، صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. البشمهندس والوسطى شغالين في منجم السكري، وناس ايديهم تتلف في حاليه. اتفضل، اتفضل يا استاذ. حسين قال لكم على طلبنا؟ ايوه قال لنا، بس اللي بيقوله ده مستحيل. ازاي؟ ايوه مستحيل. عاوزنا نحول دهب عير 24 مشغولات وسبايك لدهب خام، ده شيء مستحيل وهيكلف كتير. هو عمره ما هيرجع دهب خام، احنا اخرها يعني هنخليه يشبه الدهب الخام. طيب يا سيدي، ما احنا عايزينه يشبه له، وبعدين احنا مش عايزين خام يعني حجر من الجبل، لا احنا عايزين سبايك زي اللي بتبعتوها كندا تتنقى. ايوه، ما هو كده برضه هيتكلف كتير. انت طلباتك ايه؟ اولا عاوزين مكان نعمل فيه فرن ويكون وصله كهرباء ضغط عالي. غيره؟ ويعني عايزين شوية خامات وشوية عدة، نحاس، أزدير خام، حلل ستانلستين. بتهيألي بالنسبة للعدة ممكن نجيبها من عندنا؟ ممكن يا باشمهندس. طب خلاص، هاتوا العدة من عندكم وأنا حاسب عليها، وبقية الطلبات ننزل نشتريها مع بعض. كده تمام. جبت السبيكة؟ طبعاً جبت السبيكة. اتفضل. تمام. الدهب في الآخر هيكون شكله كده. وادي فلوسك. ماشي. لو في حاجة محتاجينها مش موجودة في الغردقة، أنا نازل مصر آخر النهار. تمام، لأن الحلل الستانلستين والنحاس الخام مش موجودين. هي كمية قد إيه؟ حوالي 10 كيلو. 10 كيلو؟ مش كتير. إيه سيدي أنت عايز إيه؟ عموماً أنا مجهز لك كل الطلبات، اتفضل هات. تمام. سلام عليكم. إيه بقى؟ أنت هتخرج بيها كده؟ شيلها. لو هيكون في تفتيش على الباب. عيب يا استاذ رجب. سلام. اتفضل. مع الف سلام، مع الف سلام، مع الف سلام. وبعدين بقى ايه يا عم انت؟ عيب عيب. بس عيب. بس اسكت انت بس يا معتز. جوجو خش جو. يا عم ما هتشيله من هنا ولا يعمل فيه اي حاجه، خلينا نخش جوه نتكلم. بس بقى معتز عشان انت نرفزته. خش جو. بصراحه بقى انا عايز افهم ايه معنى الكلام اللي انت قلته امبارح ده. لا معتز جرى ايه؟ انت جاي على الصبح علشان تصحيني وتقول لي كلام فارغ زي ده؟ احنا بين الظهر. وبعدين يا فاضل يا اخويا، انا لازم افهم كنت تقصد ايه، وايه حكايه الست دي؟ لا بص بقى معتز، انا اكره ما عليا الزن على دماغي ساعه ما اقوم من النوم قبل ما افوق واشرب قهوتي. توكل على الله دلوقتي، وانا لما افوق اشرب القهوه هاجي لك. والا لا مفيش وقت. خلاص خلاص جوجو. وبعدين وبعدين خلاص خلاص اسمع، انا هستناك تاخد قهوتك عندي في الشارع، ما تتاخرش. ها خلاص 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 ستاي. العكنانة اللي على الصبح دي كده. رسيت على كل حاجة يا أبو السيد؟ تمام يا شراجة. ده لبس الصول اللي هتلبسه، وده الكارنيه بتاع الصول عشان أي حد يسألك تقول له صول. تمام يا شراجة. هعدي عليك 3 الفجر، نوصل فاضل بيه المطار، وبعدين نتكل على الله. إحنا هتلاقيني صاحي وجاهز. عايز حاجة؟ سلامتك يا شراجة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ما تيجي تاكل يا شراجة؟ طبق ما افتكرت. اتهامات موجهة لهؤلاء المسؤولين، حيث أكدت المصادر المصرية أن النيابة العامة أمرت بتوقيف وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال أحمد عز لمدة 15 يوما بدواعي التحقيق، والثلاثة متهمون باختلاس أموال عامة. يا صباح الفل والياسمين. صباح الخير. أنا عندي سؤال مهم جدا، إزاي كل ما أفكر أكلمك ألاقيكي بتتصلي بيا؟ ده اسمه إيه ده؟ توارد مشاعر ده ولا إيه؟ لا وأنت صادق، توارد اسطوانات. أنت مش هتبطل التهريج ده؟ قولي الأول، أنت اختفيت فين إمبارح؟ معلش الموبايل بتاعي فصل شحن معرفتش أكلمك. هو أنت مدريتيش بالفيلم بتاع كابتن أسامة ولا إيه؟ لا هو إيه اللي حصل؟ لا 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 لا، بجد؟ لا دي محتاجة قعدة.
ما انا لما لقيتك اختفيت فضلت قاعده مع نفسي شويه وبعدين سحبت وطلعت نمت. قولي دلوقتي انت هتعمل ايه النهارده؟ لازم اروح اشوف معتز شويه، بعد كده ممكن اقابلك في المارينا ونروح نتغدى في حته لطيفه. فين يعني؟ لا مش هقول لك دلوقتي بقى، خليها مفاجاه. يلا صباح الحب. يلا يا بكاش، باي باي. يا صباح الغرام. اهلا يا عندليب، ايه الاخبار؟ كله تمام، حجزت لك في الطياره وانا وسيد هنسافر بالعربيه. ليه؟ هنحتاج حاجات من مصر عشان موضوع الذهب. قابلت الناس؟ واتفقت معاهم وجابوا لنا السبيكه اللي احنا طلبناها. بس على فكره انا قلقان. قلقان من ايه؟ ازاي نامن للناس زي دول ما نعرفهمش على 10 كيلو ذهب؟ دول كمان طالبين مكان يعملوا فيه فرن وطالبين كهربا فولت عالي. يا سيدي مين قال لك ان احنا هنامنهم على اي حاجه؟ احنا هنوديهم حته ما يعرفوش سكتها منين لحد ما يخلص شغلهم، وطول ما هم شغالين هيكونوا تحت عينينا. برضه قلقان ومش مطمن. طيب سيبها لي وانا هظبطها لك. المهم قبل ما نسافر تكون خلصت العقود بتاعت اليخت. تمام سعادتك. تؤمر بحاجه؟ يلا اتفضل. يعني هم قبضوا عليه؟ مش عارف يا ماما، الخبر مش واضح. بيقولوا ان هم بيحققوا معاه النهارده في النيابه، وفي اشاعه بتقول انهم احتمال يامروا بحبسه. انا مش قادره اصدق اللي بيحصل، مش قادره اصدق. انت كنت تعرفيه يا جلوات مش كده؟ اه يا ماما، صاحبي من سنين قبل ما يبقى وزير. مش هتصدقي قد ايه حد مهذب وديسل. مش قادره اصدق ازاي ده هيحطوه في السجن. الله يكون في عونه هو واهله. انا فاكره كان حكي لما عرضوا عليه الوزاره انه ما كانش موافق، بس هم اللي ضغطوا عليه. سمعت الخبر ده؟ اكيد سمعت. وبعدين هنفضل مستنيين لما يجوا ياخدونا واحد ورا التاني؟ احنا لازم نفكر نسيب البلد. اي حد فينا هيفكر يخرج من البلد دلوقتي كانه بيقول لهم تعالوا اقبضوا عليا. رشيد وبطرس غالي خلاص نفدوا، محدش فيهم هيقدر بعد كده ينفد. يعني انت شايفاني كنت عايزه اسيب البلد؟ بس هنعمل ايه يا بنتي؟ يعني الخبر ده نازل عليا زي السم الهاري. معلش يا ماما، ان شاء الله مفيش حاجه هتحصل لنا. احنا اصلا بعاد عن كل اللي بيحصل. تصدق بقى يا كريم ان اللي قاله شهير بيه امبارح هو ده اللي صح؟ احنا اللي هيحمينا ان احنا نفضل قاعدين ويكون لنا صوت في اللي بيحصل. ادينا بنجرب يا شباب، ما قدمناش حل تاني. اه بقول لك ايه؟ الجدع اللي اسمه اسامه ده لو قرب لنا تاني انا هضربه بالرصاص، فاهمه؟ لو سمحت يا كريم ما تدخلش نفسك في الموضوع ده، وبعدين ما تنساش ان اسامه ده ابو رنا، دي مشكلتي وانا هعرف احلها. استفلي. يا فاضل يا فاضل، وحياه ابوك يا شيخ، وحياه ابوك متدوخني وراك. قول لي ايه الموضوع؟ لا هي المدام مش هنا ولا ايه؟ عايزنا اتكلم كده براحتي. ها يا سيدي اتكلم على راحتك على الاخر. المدام في الشاليه اللي جنبنا عند وفاء، عايزك بقى تحكي لي الحدوته من طقطق لسلام عليكم. حدوته ايه؟ بعدين بقى يا فاضل، ما انا ما بقتش حابب الكلام ده. خش في الموضوع بلاش لف ودوران. يا عم الموضوع معاك انت، انت اللي خش في الموضوع من غير لف ولا دوران واحكي لي. احكي لك على ايه؟ ايه حكايتك مع رندا الامير؟ شش، انت تعرف رندا منين؟ يا سيدي انا بعرف كل حاجه، مش عيب بقى لما تسالني سؤال زي ده. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انا مش عايز اي حاجه، انت اللي عايز. يو يا فاضل بلاش او ما امشي. لا لا اقعد، انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. الحكايه اللي بيني وبينها زي اي حكايه بين اي راجل واحده ست. ها اتعرفت عليها في المكتب بتاعها لما رحت لها عشان تعمل لي الدعايه بتاعت الشركه بتاعتها. كانت بتعمل التصميمات وتيجي تصور وبعد كده تيجي توريني التصميمات بتاعتها. قاعده ورا الثانيه حصلت الحدوته. بس دي مش حدوته عابره، ده موضوع 3 سنين. تفرق ايه يعني؟ مش فاهم. لا يعني دي قصه حب بقى. هو عيب اني احب؟ حرام يعني؟ لا مش حرام انك تحب، بس لما تبقى راجل متجوز وعندك بنوته زي القمر، الحب التاني ده بيبقى اسمه حاجه تانية. هو انت ما سمعتش صباح وهي تصدح وتقول؟ بقى ده اسمه كلام. القلب يساع اتنين، وان كان ده غرام التاني اودي فين لمؤاخذه؟ يا عم تاني ايه واولاني ايه؟ انت هتوديني في داهيه اكيد. اصلك مش فاهم، ما انت شفت مراتي. مراتي دي انسانه تقدر تقول يعني مندمجه شويتين كده مع الطبيعه، متساميه على الغرايز بتاعتها، ما بقتش محتاجاها خلاص. انما انا بقى زي ما انت شايفني كده، دقه قديمه ومتخلف، بتحركني غرايزي الحيوانيه. ايوه بس الغرايز الحيوانيه دي ما بتعملش قصه حب 3 سنين. بس اهلا يا فاضل بيه. مساء الخير يا هنا. كويس انك مشرفنا، انا وفوفا كنا لسه في سيرتك حالا. وانا اقول ايه اللي مشرقني كده؟ كنا عايزين نتكلم معاك في الموضوع اللي اتكلمنا فيه امبارح.
لوحدينا. اه تحت امرك، حاضر. فممكن تيجي تشرب معانا شاي في الجنينه؟ قوي قوي، بس ده لو عند حضرتك شاي صيني. انا الحقيقه ما بشربش اي نوع شاي تاني. عندي شاي اورنج الاحمر. يا سلام، هو ده الكلام. خلاص مستنيينك. حاضر. انت بقول لك مندمج مع الطبيعه. طيب عن اذنك اخد انا بقى علقه الطبيعه. روح يا اخويا، روح روح. كابتن أسامة، لحظة. صباح الخير يا كابتن. صباح النور. كنت حابب أفكر حضرتك إن الحجز هيخلص بكرة. خلاص أوكي، مديلي كمان أسبوع. آسف جدا يا فندم، الأوتيل عندي كومبليت. نعم، أوتيل إيه ده اللي كومبليت؟ عندي حجوزات من شركات سياحة كتير. شركات سياحة كتير؟ أنت هتستعبط عليا أنا؟ هي البلد فيها سياحة أصلاً؟ أنتوا مش لاقيين تاكلوا. بلا هدوء يا كابتن لو سمحت. وأنت تطلع أنت كمان. كابتن أسامة، لحظة. صباح الخير يا كابتن. صباح النور. كنت حابب افكر حضرتك ان الحجز هيخلص بكره. خلاص اوكي، مديلي كمان اسبوع. اسف جدا يا فندم، الاوتيل عندي كومبليت. نعم، اوتيل ايه ده اللي كومبليت؟ عندي حجوزات من شركات سياحه كتير. شركات سياحه كتير؟ انت هتستعبط عليا انا؟ هي البلد فيها سياحه اصلا؟ انتوا مش لاقيين تاكلوا. بلا هدوء يا كابتن لو سمحت. وانت تطلع انت كمان مين؟ انا من امن الاوتيل. امن الاوتيل؟ هي بعد كده يعني؟ ماشي الساعه مقطعه بعضها قوي. ماشي يا سيدي ماشي. يعني ده بجد يا فاضل بيه؟ شوف يا هانم، مسألة تحضير الأرواح دي حاجة مفيش فيها كلام، إنما السؤال إحنا عاوزين منها إيه؟ كنا عاوزين نعرف هنتصرف إزاي في الظروف المهببة اللي إحنا عايشينها اليومين دول. قول فتاني ما تزعلنيش منك أمه. أرواح إيه دي اللي هتقولنا نعمل إيه وما نعملش إيه وتفتي في المستقبل؟ إحنا ناس مؤمنين ما بنفجرش كده. أوكي يا فاضل بيه، بس هما بيحضروا الأرواح ليه؟ لأسباب كتير الحقيقة. يعني ممكن يبقى مثلا حد مات مخبي سر عاوزين نعرفه، أو حد شايل حاجة مهمة بندور عليها ومش لاقينها. وساعات بنحضر روح إنسان عزيز علينا لأنه وحشنا، محتاجين نحس بوجوده جنبنا. بص بقى، مش مهم الأسباب، المهم إن أنا هموت وأجرب الموضوع ده. إيه رأيكم نحضر روح حد من الناس المهمة يقول لنا إيه رأيه في اللي بيحصل في البلد؟ احنا الحقيقة قبل كده في الجمعية عملنا مجموعة جلسات مع ناس عيانة بأمراض غريبة، وحضرنا أرواح دكاترة عالميين كشفوا عليهم وشخصوا المرض وقالوا على العلاج. والله احنا ممكن نحضر روح خبير في السياسة أو في الاقتصاد ونسأله إيه رأيه في اللي بيحصل. طب يلا نعمل كده، طالما حضرتك بتفهم قوي في المواضيع دي. أنا قلتلك قبل كده الموضوع ده محتاج وسيط. ده صحيح. بصي، هو في اكتر من طريقه بس الوسيط افضل. طيب سيبولي انا الموضوع ده، انا هشوف حد كويس واجيبه. طيب ممكن بقى تشوف اللي انا عملته في موضوع السنتر بتاعنا. يا سلام، هايل هايل. ده انا لسه كمان هزود شويه حاجات واحط عليه تعليق بصوتي. عظيم كده بقى، انت محتاجه لحته مزيكا تكون مناسبه. صح يا فاضل بيه. سيبيلي بقى الموضوع ده خالص، انا هجيب لك مزيكا تجنن. اتفقنا. مساء الخير يا دي اسامه. شكله جاي لكم انتوا. انا هدخل لمعتز. فاضل بيه تيجي معايا؟ لا اتفضلي انت. اوكي انا اسمكم. ازيك يا فوفي؟ هلو يا اسامه، ازاي؟ امال شريف فين؟ لا ده شريف ومراد من الصبح على البحر. ازيك يا ابو الكبات؟ ازيك يا فاضل بيه؟ والله انت فيك الخير، انا لسه حالا كنت رايح لك الاوتيل. الله يخليك. ايه رايك بقى نروح سوا افرجك على المركب بتاعي زي ما اتفقنا؟ ماشي. انا اذنك يا هاني. سلام يا فوزي. فاضي شويه؟ اه تعالى اتفضل. صحيح، انت امبارح اختفيت فجأة. مش عارفة، حسيت ان انا مصدعة قوي، قلت مش عايزة اضايق احد فتسحبت وطلعت نمت. طب وعاملة ايه النهاردة؟ لا بقيت احسن الحمد لله. طب وايه رأيك في الحفلة؟ يعني انا عن نفسي انبسطت، بس مش عارفة ليه حسيت ان في ناس كتيرة متنشنة قوي. طبيعي الناس تبقى متنشنة في الظروف اللي بتمر بيها البلد، بس ده ملوش علاقة بالحفلة يعني. على الأقل اتعرفت بناس جديدة، ولا ما لحقتيش تعرفي بحد؟ يعني تعرفت بكذا حد لطيف، اكترهم اسمها ايه، المذيعه سلمى الطناني. حاسه ان احنا ممكن نبقى اصحاب. كويس قوي،
لأن غالباً هنعمل شغل مع بعض. طب بمناسبة الشغل، أنا كنت عايزة أسألك على الفكرة اللي اتكلمنا فيها، أصل أنت من ساعتها ما قلتليش حاجة، النهاردة نبيل كلمني وسألني ناوية أعمل إيه؟ إحنا هنخش الشغل من سكة تانية خالص، أصل إحنا هنعمل محطة تلفزيون. بجد؟ جديدة دي؟ ما إحنا لازم يبقى لنا صوت مسموع. المهم اللي يخصك في الحكاية دي إن إحنا أكيد هنشتري مسلسلات، بس لازم هنتفق مع المنتج بتاعك ده من سكة تانية. ده معناه طبعا أنا اللي هاخد البطولة. أكيد. يس. بقولك إيه؟ إحنا لازم نقعد مع المنتج ده. أكلمه يجيلك؟ آه خليه يجي وكلمي سامح يحجز له في الأوتيل. خلاص أنا هعمل كده. طب أنا همشي كمان شوية، عايز مني حاجة؟ لا اتفضلي. آه استنى. خد الورق بتاعه ده اديهوله وقولي له يجيب أفكار جامدة شوية. خلاص هعمل كده. باي باي. باي باي. ما يهمكش يا كابتن. ايه يعني ما رضيوش ان هم يمدوا لك الحجز؟ في هنا فنادق تانية كتيرة قوي ممكن نحجز في اي واحد تاني. انا كل اللي غايظني وهخلي دماغي تفرقع ان واد مدير الفندق ده قريب الوزير البقف بتاع امبارح. وبعدين بقى احنا قلنا ايه؟ مش قلنا تروق كده وتهدى؟ انت راجل نجم كبير يعني ليك سمعتك واسمك، ما يصحش انك تفضل منفعل كده عمال على بطال. انا اسف يا فاضل بيه، معلش تقلت عليك امبارح شويه. لا 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 ولا يهمك. بس هقول لك على حاجه، اللي عمله عمر الدواني ده برضه خلانا اتنرفز ودم فار. يا عم انا ماليش دعوه بالخناقه دي، مش عايز اسمع عنها حاجه. انا زي ما قلت لك انت واحد من لعيبه الكوره القليلين اللي بيملوا دماغي. انا عايز اتكلم معاك في الكوره وبس. تعال اتفضل. اتكلم في الكوره ازاي يعني؟ ده انا خلاص عديت ال 40 سنه ما عادش ليا فيها. الا وايه يعني؟ انت برضه ممكن ترجع. يا عم انا عديت ال 40 سنه والرباط الصليبي مقطعني. طب خلي بالك بقى السلم والرباط الصليبي. تعال اتفضل يا كابتن. انا ما بقولكش ارجع للكوره يعني العب. اقعد اقعد. قول يا ابو كباتن انت شغال ايه يعني بعد الكوره؟ من ساعه ما سبتها اشتغلت فيه؟ عملت قرشين حلوين، شغلتهم في التجاره، فتح كام محل كده في المنصوره وبورسعيد، شغل فيهم اخواتي وجواز اخواتي البنات. ده كلام جميل، بس ده معناه يعني انا موظف دي الكلمه انك قاعد من غير شغل، مع ان كل زمايلك شغالين الله ينور. عارف المشكله في ايه؟ من ناحيه انت مش مقدر قيمه نفسك، ومن ناحيه تانية بتضيع الفرص اللي في ايدك. يعني عندك مثلا القعده بتاعت امبارح دي كلها ناس تقال، وانت ما شاء الله نجم كبير وليك اسمك، ده غير انك كنت مناسب من وسطيهم، يعني تقدر تعمل معاهم احلى شغل، بس ده لو مركز وبتتصرف صح. عندك مثلا القعده اللي كانت على جنب اللي كان عاملها شهير النمروسي مع كريم البيلي وسلمى الطناني، عارف دي كانت عن ايه؟ عارف، شهير عايز يفتح محطه فضائيه جديده وعايز سلمى وكريم يدرسوا له المشروع. الله، وهو ده مشروع قليل؟ انت فين بقى من ده كله؟ ليه ما تحطش رجل في المشروع ده؟ احط رجل ازاي يعني؟ يا ابو الكباتن اكيد المحطه دي هيبقى فيها برامج رياضيه، اكيد هيبقى فيها برنامج كوره كبير، مين احسن منك يمسك البرنامج ده؟ زي خالد الغندور كده مثلا. طمني لسه مفيش اخبار؟ طب لو سمحت لو عرفت اي حاجه كلمني. مع السلامه. هاي يا دكتور، في اخبار جديده؟ ابدا، لسه بيحققوا معاهم، بس اتقال لهم من اكتر من حد ان اوامر حبسهم هتطلع النهارده. يتحبسوا ازاي يعني؟ احنا ما ينفعش نسكت على الكلام ده، احنا لازم نعمل حمله ضغط دوليه لان ده يعتبر اضطهاد سياسي. يا شروت، تفتكري هم فعلا بيضطهدونا ولا احنا نستاهل اللي جرى لنا؟ نستاهل ازاي يعني يا عمر؟ انا مش عارف، انا بفكر اللي عملناه السنين اللي فاتت كان صح ولا غلط؟ غلط ازاي يعني؟ اولا السوق كان لازم يتفتح، يوم العالم كله كان هيدوسنا بالجزم، والقطاع العام كان لازم يتباع لانه كان مفلس وخربان ومديون، حتى الاسعار كانت لازم تزيد عشان نعرف نصدر، والمستثمرين كان لازم نسيبهم يكسبوا شويه، يوم البلد ما كانش هيدخلها دولار واحد، والناس بقى تستحمل، هنعمل ايه يعني؟ يا شروت، يعني احنا كان لازم نعيش العيشه اللي احنا عايزينها ونقول للناس استحملوا. لا، العيشه اللي احنا عايشينها ديت دي من حقنا، فلوس كسبناها من شغلنا، يعني محدش يقدر يحاسبنا. يا شروت،
صدقني نفسي ابقى واثق قوي زيك كده، بس مش عارف، انا متلخبط يا شروت، بيتهيألي مش هقدر اواجه نفسي في المرايه واسالها يا ترى الفساد والخراب اللي حصل في البلد السنين اللي فاتت احنا مسؤولين عنه ولا لا؟ بس برضه بيني وبينك انا مش هقدر استحمل السجن. عمر عمر عشان خاطري اهدى شويه، بلاش توتر عشان خاطري. ايوه كده يا ابو كبات، شفت لما بتبقى هادي ورايق بيبقى دمك زي الشربات ازاي؟ طيب يا ابو كبات احنا بقى ايه؟ هنقعد نكمل كلام مع بعض بس بعد ما تفكر في الكلمتين اللي قلناهم، اوكي؟ اوكي، وانا متشكر قوي قوي على القعده دي يا فاضل بيه. بصراحه بقى القعده معاك بتخليني انسى هموم الدنيا وابقى مرتاح خالص. اهلا بيك في اي وقت، اتفضل. خلي بالك من الصليبي. هتمسكها لي بقى. معلش انا اسف مش هقدر اوصلك، مستني ناس، لكن انت ممكن تاخد تاكسي مننا. لا لا يهمك، انا هتمشى لي شويه كده. طيب يلا سلام. مع الف سلام. اهلا معالي الوزير. اهلا اهلا يا فندم. لا ده كلام، انساك ازاي بس؟ طب تصدق بالله انا قاعد دلوقتي عمال ارتب في الموضوع بتاع معاليك، بكره بعد بكره بالكتير يبقى عندك اخبار كويسه ان شاء الله. ما تقلقش، مع السلامة. أهلا بالقمر أبو مواعيد مظبوطة. عامل إيه؟ أحسن منك. ماشي. قولي بقى عازمني فين، وما تقوليش انك هتاكلني سمك نايف في وسط البحر. لا مفيش بحر النهارده. امال هنروح فين؟ اوديك حته تانيه خالص. يلا اتفضلي اركبي وانت تعرفي. المحامي العام لنيابه الاموال العامه في مصر قرارا بحبس كل من حبيب العادلي وزير الداخليه السابق والمهندس احمد المغربي. اسود يا نهار اسود، هي وصلت في الحبس كمان؟ هو احنا هنعمل ايه؟ ممكن افهم هنعمل ايه؟ يعني احنا هنعمل ايه تاني اكتر من اللي عملناه؟ ما تهدى بقى يا معتز، التوتر ما فيش منه فايده. هم مش خلاص شالوا الراجل؟ عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ عايزين كل حاجه. قرار الحبس ده غالبا عشان الملايين اللي نازلين تحرير بكره يحتفلوا بانتصار الثوره، يوم يهدوا يقتنعوا ان الثوره انتصرت، يروحوا بيوتهم وهم مبسوطين. يا سلام، يعني هم يحتفلوا كل اسبوع واحنا كل اسبوع يتحبس مننا شويه كمان. ده غالبا اللي هيحصل. واخرتها؟ اخرتها بقى لما يبطلوا ينزلوا الشوارع بالملايين واحنا هنفضل قاعدين كده مستنيين. يا سلام، يكون في معلومك انا لا يمكن اتحبس ابدا. انا ولع في نفسي بالجاز وما اتحبس. انا مش فاهم احنا ما اشتريناش اليخت ليه لغايه دلوقتي؟ شوف سي فاضل فين لمده 15 يوما بتهمه تبييض الاموال. قافل تليفونه، قافل تليفونه. ممكن افهم قافل تليفونه ليه دلوقتي؟ وانا مالي، انا مالي يا اخي، قافله ولا فاتحه؟ ما تهدى بقى يا معتز، ولا اقول لك انا ماشي. سلام. سمعت الاخبار؟ اديني بسمع الزفت اهو. طب والنبي يا معتز، والنبي من غير توتر ممكن تقولي انا ممكن اعمل ايه علشان انا بتلخبط؟ تعملي ايه في ايه بس يا ألفت؟ مش وقته. يعني لما يجوا ياخدوك عاوز احط لك ايه معاك في الشنطه؟ ألفت بعيدي عن وش السعاده. ماشي براحتك، براحتك يا معتز. في اتهامات تتعلق بغسيل الاموال. وبعدين يا شهير، احنا هنفضل قاعدين كده لغايه ما يجوا يقبضوا علينا؟ اللي حصل ده احنا كنا متوقعينه عمر وعارفينه. هما دلوقتي بيضربوا الدايره بتاعت عز وجمال عشان يهدوا الناس، واحتمال قليل قوي انهم يقربوا مننا. علشان كده قلت لك القعده في المارينا امان. لو حسينا انهم في يوم من الايام هيقبضوا علينا هناخد اليخت ونخلع. طب انت ليه ما فكرتش ان احنا نفضل قاعدين هنا وندافع عن نفسنا؟ لا طبعا، بقى انا طول عمري بدي اوامر مين يقعد ومين ما يقعدش ومين يمشي ومين ما يمشيش. اجي على اخر ايامي واتحط في زنزانه مع المجرمين؟ كلنا مجرمين وكلنا ضحايا. على رأي كمال الشناوي، بجد يا شهير انا بقيتش عارف انا ضحيه ولا مجرم. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده يا عمر، احنا ما نقبلش ان احنا نتعامل زي المجرمين ولا نقبل ان احنا نبقى ضحايا. فاهم؟
انت فاهمني يا بلبل؟ بقول لك محطه التلفزيون هتبقى بتاعتنا احنا. بالظبط. انا عايزاك بقى تركز معايا وتعمل لي الشغل اللي يخليني نمبر 1. لا الورق اللي بعتهولي ده ما ينفعش، ده تبلي وتشرب ميته. انا عايزه حاجات جامده بجد. اوكي بص، انت كده كده لازم تيجي هنا، لازم تقعد تتكلم انت وشهير. ايوه انا هحجز لك في الاوتيل اللي قلت لك عليه وهكلمك واقول لك. طيب يلا باي باي. وقرر المباحث نفسه في دور تاني، ده مالناش دعوه بيه. احنا عايزين الارشيف بتاعه وده موجود هنا. بس احنا اتاكدنا من الحراسه هنا يا باشا، وده اول حاجه هنعملها دلوقتي. دلوقتي انتوا هتروحوا تغيروا، تلبسوا لبس الصلاه بتاعكم وتخشوا تشوفوا الوضع عامل ازاي. هنخلي بالنا ان الحته اللي احنا عايزين نخشها اللي فيها الحاجه بتاعتنا موجوده هنا اهو. ايه ده؟ جوه المكان ده. يعني احنا لما نروح نعاين دلوقتي هنبقى بندور على ايه؟ الحراسه عددها قد ايه؟ متوزعه ازاي؟ المكان اللي احنا عايزين نخشه جوه ده مقفول بايه؟ غالبا باب حديد، ودي مش مشكله لان معانا العده، بس برضه عايزين نشوف يكون في مشاكل تانيه. تمام؟ هتتوكلوا دلوقتي على الله، هتغيروا هدومكم في دوره الميه اللي اتفقنا عليها، تخشوا تنجزوا المهمه الاولانيه بتاعت المعاينه دي، وترجعوا تغيروا تاني وتقولي هنا، مش هتقولي بالميري. تمام؟ هتخشوا المجمع وتخرجوا منه من الباب اللي ورا، اصل العيني مش هتخشوا من التحرير. ليه يا باشا؟ ليه؟ ليه هندخل من قصر العيني ما ندخلش من التحرير؟ رد انت يا رجل. عشان الشباب اللي في التحرير لو شافونا بالميري هيزعلونا. الناس بقت مليانه جلياطه. يا علي ما تهدى كده وتمسك نفسك شويه. انت شايفه يا حاج عماله؟ من ساعه ما خد مني الورقتين وهو لا حس ولا خبر. قابلته في الحفله قال لي هكلمك بكره، اهو ما كلمنيش، التليفونات حتى ما بيردش عليها. كاني كل اللي كان همه ان ياخد مني الورقتين وبس. كل ده مش مهم، المهم انك تهدى علشان تشوف هتعمل ايه. هعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وعلى كل جايين هنا ليه يا حاجه؟ مش كل جايين علشان نقبض على بسلامته ده قتال القتله اللي خرج من السجن وهرب وحاططنا في دماغه؟ يعني نستنى يا حاجه لحد ما القضاء ينزل علينا ويخلص؟ يا حاجه ده احنا قاعدين بقالنا اسبوع، اسبوع بحاله ما عملناش اي حاجه. هو مش قال لك انه بيتقص عنه عشان يعرف هو مستخبي فين؟ يا ستي ما قلناش لا، بس يشركني معاه ما يخلينيش كده قاعد راس كرومبا. وانا كنت ايه؟ ده انا كنت مدير امن، انا خرجت من الوزاره وانا مساعد وزير الداخليه. الله بذمتك انت وحياه الحجه اللي انت حكيتيها دي، في حد في الدنيا يتحرى احسن مني؟ هما مش جهه سياديه وهم اللي ماسكين البلد، يبقى خلاص هما يبقوا عارفين كل حاجه. يا ستي انا ما قلتش لا، جهه سياديه على عيني وعلى راسي. قال لي اقعد هنا وقعدني زي خيبتها، ما تخرجش، ما خرجتش، ما تتكلمش مع اي حد في المهمه اللي احنا جايين فيها، ما اتكلمتش، قطعت الخمس. بس توصل بقى هو يتحرى ويمكن يعني يحطني في دماغه ويجي يشورني. يا اخويا انت مستخسر في نفسك الراحه، ما ترتاح لك يومين شويه بدل الهم اللي انت كنت فيه ده. وبعدين بقى صدقني هيروح وهيستقصى وهيعرف وهيجي شورى. اهي كلمه الشورى دي هي اللي بتعصبني. شوف يا حاجه، انا الفار ابتدى يلعب في عيني، انا اللي هقوم بالمهمه دي، انا اللي هتحرى بنفسي. انا تخصص، تخصص يا حاجه، تخصص مباحث. يا اخويا ما تهدى بقى، ده انت مركب دعامتين. ترد وهتقول لي دعامتين؟ كل ما اتكلم معاك تقول لي راجل دعامتين دعامتين دعامتين. خلاص انا كده مش هلحق اركب الثالثه. كده احنا عرفنا هنلهي العساكر ازاي. ايه
شكرا. الحساب بقى لو سمحت. السؤال بقى، ازاي هنخش بالعده؟ عادي يا باشا، ادخل بيهم عادي. عادي ازاي؟ مش هيدققوا معانا؟ ولا حد هيدقق ولا حد هيسال. انا من شويه لما دخلنا كان قلبي هيقع في ركبي، طلع ولا حد باصص ناحيتنا اصلا. يا راجل، هو مفيش اي رتب واقفه؟ لا واقفه ولا قاعده، كلهم عساكر. كلهم عساكر، ده كلام جميل. طيب بصوا بقى، انا هتحرك دلوقتي وهستناكم عند المدخل بتاع القصر العيني. هتخشوا على دورة المايه تغيروا وتقولي بالميري. اول ما هشوفكم هخش انا، هستناكم تخشوا ورايا بالعده. دخلتم كان بها، حد عاكسكم هتصرف انا. تمام؟ يلا حاسب انت بقى يا ابو راجل، واجب عليك برضه. كله من خيرك يا باشا. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا فندم. مصطفى بيه موجود؟ نقول له مين حضرتك؟ قول له اللي هو عادي. اتفضل يا فندم، في انتظار حضرتك. اتفضل. صباح الخير. اهلا معالي الباشا، اهلا معالي الباشا، ازاي معاليك يا باشا؟ اهلا، نورت المكتب. اتفضل استريح يا سعادتك. قهوة سعادتك ايه يا باشا، ولا نجيب حاجة ساعة؟ لا لا لا، خلي قهوة على الريحة. قهوة على الريحة بسرعة، وهات لي القهوة بتاعتي. شوف يا درش، أنا مش هطول عليك. أنا هتكلم معاك في الموضوع اللي أنا جايلك على طول. يا باشا اتفضل، ما يهمكش، مفيش لا عطلة ولا يحزنوك. أنت فاكر محمود فرغلي؟ محمود فرغلي؟ إيه اللي فاكره؟ هو ده يتنسي؟ بس إيه اللي جاب سيرة الهباب ده تاني؟ محمود فرغلي كان في أبو زعبل، هرب مع المساجين في المظاهرات الأولانية والهيصة اللي حصلت دي. عرفت بقى إن هو جه الغردقة هنا وترستق مع أهله اللي هربوا من الصعيد وجم هنا. ده بقى اللي نزلني البحر الأحمر. طب وسعادتك بتفكر في ايه؟ اللي بفكر فيه درش، انا جاي اجيبه واسلمه بدل ما ترست وهو وينزل لي انا ويخلص عليه واخد بطاره. عين العقل، تفكير مظبوط برضه. الكشوفات اللي انا طلبتها منك بتاعت المرشدين اللي بيشتغلوا معانا، كنت طالبها منك عشان خاطر الموضوع ده. بصراحه ما كنتش طالبها عشان خاطر النيابه والتحقيقات زي ما قلت لك في الاول، لكن كنت عشان اوصل له باسرع وقت ممكن. حلو. طب وسعادتك لقط لنا اي اسم في الكشوف دي نروح نقطره ونجيبه يدلنا عليه؟ هو بصراحه في حاجه كده هي اللي معطلاني يعني. خير يا باشا. مصطفى اقول لك على حاجه، بس مش عاوز اي مخلوق يعرف بيها، مفيش كلمه تتنطر كده ولا كده. يا باشا عيب ما تقول لي الكلام ده، ده انا تربيت ايدك والمر ده كله عشناه انا وانت سوا. انت فاكر فاضل بيه اللي انا عرفتك بيه في حفله المرسي؟ فاكره. فاضل بيه بقى بيشتغل في الجهة السيادية عليا، تعرف طبعا هم المسكين البلد الايام دي. ايوه ده صحيح. فاضل بيه هو اللي جاب لي خبر هروب فرغلي، وجاب لي ناس امن في الفيلا بتاعتي، بس انا قلت لا، لازم انا انزل بنفسي واجيب فرغلي. بس هو بقى ليه راي تاني، عاوزني انا اقعد وهو يشوف الشغل ويشوف كل التحريات وفي الاخر يجي يقول لي. وسعادتك طبعا ما تقدرش على كده. اقدر ازاي بس يا مصطفى، ما انت عارف كل حاجه. البحر الاحمر ده حتتي، مفاتيحه كلها في ايدي. انا اقول لك يا باشا، هما غالبا مش عايزيننا نتدخل في اي حاجه من شغلهم، قلقانين مننا وخايفين لا نلعب عليهم. لما ابتدت الثوره والداخليه وقعت، عدى علينا ناس منهم هنا في مارينا الغردقه، امنوا المكان وادونا التعليمات، وبان قوي انهم مش عايزين اي حد من المباحث او كان ليه صله بيهم يبقى له دخل في شغلهم. طب وانا اصبر على الهم ده ليه؟ الله، ايه اللي جابني هنا من اساسه؟ ما انا كنت قعدت ببيتي وانتظرت القضاء زي ما انا قاعد منتظره دلوقتي. لا يا باشا، انا اقول لك نعمل ايه. احنا لا هنتدخل في شغله ولا لينا دعوه هو بيعمل ايه، وسعادتك هتقعد في الاوتيل مستريح زي ما طلب منك بالظبط، ولا كانك قلت لي حاجه. واديني بس 48 ساعه، انا عندي سكه تانية بعيد عن اي حد، هعرف اتاصلك بيها عن محمود فرغلي واجي لك اقول لك على المفيد. وكده لا نبقى اتدخلنا في شغل فاضل بيه ولا عكسناه في حاجه. مصطفى يعني اطمن؟ يا باشا عيب، ده احنا رجالتك. ربنا يكرمك. طب استاذن بقى. طب القهوه بتاعت سعادتك؟ لا يا عم، يبقى لي عندك قهوه. سلام. ماشي يا باشا، عليكم السلام. خلاص عرفتوا خط سيركو ازاي؟ هنروح على الجبور ومن هناك هنخرم على طريق السويس
ونكمل احنا مشوارنا. تمام، نزلني انا بقى هنا وهتجيلي بكره على المطار زي ما اتفقنا. طب ما اوصلك البيت يا ريس. لا لا، اسال ياخد تاكسي من هنا. يا ريس اوصلك اي حته عايز تروحها. خلص يا راجل بقى، نزلني هنا. حاضر. يلا السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا ريس. ما تنزل يا سيد، تيجي قدام ولا هتعمل فيها بيه وتقعد ورا؟ لا بيه مين يا سراجة، جاي لك حالا. ايوه يا نبيل، انا حجزت لك في الاوتيل بعد بكره، وبعت لك مسج ميعاد الطياره، عربيه الاوتيل هتستناك في المطار. بص بقى، تجيب لي كل الورق اللي اتفقنا عليه، مش مهم، جيب لي المشاريع اللي تخصني. يلا مستنياك، باي باي. القهوه يا بيه. ايه ده، هو في ايه؟ انت مش عارفه تشيلي صينيه قهوه؟ معلش يا مدام، انا ما كنتش اقصد. طب اجري جيبي حاجه مسحيه بيها قبل الباركيه ما يبوظ. حاضر. انا كلمت سامح، خليته يحجز لنبيل عنده في الاوتيل. كويس قوي. انت بقى حضري الافكار اللي عندك علشان لما نقعد معاه نبقى جاهزين. بس اللي انا مش فاهماه هي القناه هتبقى ايه بالظبط؟ يعني مسلسلات بس ولا ايه تاني؟ احنا مش هنعمل قناه واحده، احنا هنعمل اكتر من قناه. لما كريم وسلمى يخلصوا كتابه المشروع هيجوا لنا ويوروا لنا، وبعدين احنا برضه نعرض عليهم افكارنا. طب هايل. انا بالمناسبه دي كنت بفكر غير المسلسل ان انا اعمل بروجرام كده خفيف لرمضان. حضري كل الافكار اللي عندك وجهزيها، وبعدين هنبقى نتكلم. طيب الجو حلو قوي بره، مش عايز نخرج نتعشى؟ يا ريت، ده انا عندي حاجات كتير بحضرها قبل الاجتماع بتاع بكره مع الاستاذ محمود الطويل المحامي، فحصر عليها. لو انت في حد ممكن تكلميه وتتعشي معاه مفيش مانع، اتفضلي. طبعا اذنك. اتفضلي. مش فاهم ايه المشكلة دلوقتي يا محمود بيه؟ المشكلة يا سامح بيه ان البيانات دي مش كاملة، معنى كده اني مش هقدر اقدم التقييم الصحيح اللي طالبه شهير بيه. يا سيدي دي كلها حاجات بسيطة، وقلت لك ممكن تاخد المعلومات دي كلها من البيانات اليومية اللي عندي. اليومية دي ما تلزمنيش، أنا مش جاي أراجع حساباتك. أنا جاي أعمل تقييم مالي للشركة ومع عقود الشركات السياحية، وأعرف اللي لينا واللي علينا. يعني كده أنا ما بقتش فاهم حاجة، مش عارف عقود الشركات دي فين، وهيحاسبونا إزاي؟ حاضر يا محمود. الدفاتر العقود دي موجودة، بس أنا زي ما بقول لك هي راحت بالغلط للشركة في الغردقة، وهبعت أجيبها لك، مش موضوع يعني خالص. اتفضل هاتها. حاضر يا محمود بيه، أجيبها لحضرتك، أنا إذنك. اتفضل. ألو؟ صباح الخير يا فاضل بيه. واضح إن أنا صحيتك من النوم. معلش أنا آسف. أنا أصلي طلبتك كتير قوي. أنت كنت واعدني النهارده هتجيب لي أخبار عن الموضوع بتاعنا، صح؟ طمن يا عمر بيه، الموضوع هيخلص زي ما أنت عايز بالظبط. إديني فرصة بس عشان أتصرف، وبعد كده هتصل بيك وأجيلك. طيب، مع ألف سلامة. مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير يا ريس. إيه يا رجب، سايبني نايم لغاية الدور كده ليه؟ ما أنت راجع الفجر، قلت أكيد ما نمتش كويس إمبارح. سيبتك تنام، هو الشغل هيطير يعني؟ طيب اعمل لنا حاجة ناكلها. ماشي يا ريس. يا صباح الفل، ازيك؟ وحشتيني. أنا في مارينا الغردقة. لا عدي عليا أنت بقى. هخلي رجب يعمل لك طاجن بامية، إنما إيه عجب. طيب يلا، مع السلامة. باي باي يا جميل.
هو في ايه يا عمر؟ ايه اللي حصل لك فجأة كده؟ يوم حفلة شهير كنت متفائل جدا بالدنيا. أنا مش فاهمة ايه اللي حصل لك من ساعة قرارات الحبس بتاعت أول امبارح. ايه اللي مش مفهوم يا شروت؟ ما هي واضحة زي الشمس اهي. لا مش واضحة يا عمر. أنا عارفة طبعا قرارات الحبس دي كانت حاجة سخيفة جدا أثرت فينا كلنا. لكن ما ينفعش تكسرك بالشكل ده. عارفة أنا أول مرة أحس بتقل الموضوع ده ساعة مصادر قرارات الحبس دي. عمري يا شروت ما حسيت بالتقل ده قبل كده، لا ساعة ما قامت الثورة ولا ساعة ما شالوني من الوزارة ولا حتى ساعة الرئيس ما اتنحى. قرارات الحبس دي حسستني إن أنا خلاص انتهيت. انتهيت ليه؟ انت مالك أصلا ومال اللي اتحبسه؟ ما هي سلسلة يا شروت، انت فاكراهم هيقفوا لحد كده؟ لا طبعا، اللي عملوه اللي اتحبسوا دول انا كمان عملته، كلنا عملناه، مصيرنا اكيد هيبقى زيهم. وانت فاكر يعني ان احنا هنسيبهم يعيشوا بقية عمرهم في السجن؟ لا طبعا ده مش هيحصل، خليهم بس يعملوا شوية الحركات بتاعت المحاكم والسجن ولبس السجن ده كله بس عشان يريحوهم، لكن في الاخر هنخرجهم. ده ما فيهوش كلام طبعا يا عمر. ياه انا مبسوط قوي بالتفاؤل بتاعك ده، بس للاسف انا مش قادر احس بيه. انا كمان يا شروت حاسس ان انا استعجلت يوم ما عبرت لك عن مشاعري في حفله شهير. انت بتقول كده ليه؟ لان انا حاسس بالانكسار بعد اللي حصل. ما ينفعش يا شروت بني ادم يبقى ضعيف قوي كده إنه يحب. الحب صدقيني محتاج بني آدم قوي. كلميني بقى عن طاجن البامية، عجبك؟ يعني 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 طيب مش هتديني وصفته برضو؟ ما احنا قلنا قبل كده كله بتمنه. انت عايز مني ايه؟ عايز اقطعك حتت صغيره نونو نونو احطك وسط المانجا والعنب والتفاح واغطيكم كلكم كده بالكريمه والشوكولاته والكراميل. مش عايز تحط عليها آيس كريم بالمرة ولا أسنانك ما بتستحملش؟ لا أنا عاوز أحطكم في الفرن، أنا ماليش في الساقع. تعالي على فين؟ هنطلع فوق. فوق فين؟ هفرجك على الفرن بتاعي. بص يا فاضل، أنا اتجوزت 3 مرات عشان أنا لا بصاحب ولا بضيع وقت ولا بتفرج على أفران. أنا بتجوز وبس. وأنا زيك بالظبط، وبكرة هتشوفي. يبقى نخلي بكرة لبكرة ونخلينا إحنا في النهاردة، مش دي كلمتك برضو؟ طب أنا عايزة أطلع برا ألعب مع جوجو، وحشني قوي. جوجو انا زعلانه منك، وانت بقيت كسلان وما بنقعدش بنجري وتفضل نايم وقاعد طول الوقت، بس انا بحبك قوي. ماشي يا خسيس، وحياه امك اللي حبسك 4 ايام. جوجو انا زعلانه منك، وانت بقيت كسلان وما بنقعدش بنجري وتفضل نايم وقاعد طول الوقت، بس انا بحبك قوي. ماشي يا خسيس، وحياة أمك اللي حبسك 4 أيام. أهلا أسامة. وماله، أنا كمان أحب أشوفك. خلاص نتقابل النهاردة في بار المارينا. على كام كده؟ ماشي، مع السلامة.
وانت بتفكري في ايه دلوقتي يا شاري؟ والله ما انا عارفه يا وفاء، حاسه اني متلخبطه جدا، عشان كده كلمتك في التليفون وقلت لك تعالي نقعد نتكلم. بصراحه اسامه ده خاوي دماغي، ودكتور عمر لخبطني. غريبه قوي. هو ايه الغريبه؟ اصل طول عمرك من واحنا صغيرين انت بتحبي الرجاله اللي فاردين صدرهم ماشيين يتنططوا على البنات، عشان كده اتجوزتي اسامه. انما دكتور عمر دي سنت قوي، والرجاله اللي من النوع ده عمرهم ما شغلوكي. انت مش طول عمرك بتقولي عقلي شويه دلوقتي يعني جايه تأنبيني يا وفاء؟ عشان شايفاكي ما عقلتيش، بالعكس انا شايفاكي متلخبطه. هو زي دكتور عمر شيك وجنتل، بس خدي بالك ده كل ساعه برايي، والرجاله اللي من النوع ده ما بيعرفوش ياخدوا قرار، دول يلخبطوا بلد. وبعدين يعني انت غاويه، ده انت لسه ما خلصتيش موضوعك مع اسامه، هتدخلي في قصه جديده مع عمر الدويني؟ يعني اعمل ايه يعني؟ ما تعمليش حاجه، خلي الموضوع كده لغايه لما نشوف هيحصل ايه. أمورني يا فاضل باشا. البنات دي نظامها اللي انت عايزه موجود يا باشا. ما فهمتش برضه. الروسيات بياخدوا 500 جنيه في الساعه، لو هتبات الليله كلها يبقى 2000 جنيه. ليه يا راجل؟ ده الموسم السياحي مضروب، مش المفروض ننزل اسعار شويه تشجيعا للسياحه الترفيهيه؟ والله عندك حق يا باشا، والمفروض لو ليك من غير فلوس خالص، بس انت عارف انا ماليش يد في الموضوع، انا وسط خير. اه ولو تحب المصريات ارخص من كده، بس بره الفندق مفيش فايدة في عقدة الخواجة. طيب شوية كده انا هندقلك. تؤمرنا يا باشا. عجبتك الرأسة؟ يعني ظريفة. ظريفة؟ يعني بنات هارية نفسها وانت تقول ظريفة؟ يا عم انت ما بتشوفش العيال دي بترقص ازاي بره؟ ده تبقى حاجة تانية خالص. ماشي يا سيدي، بره يقدروا يعملوا ستريبتيز، يعملوا شوية حركات زيادة، انما هنا ما يقدروش. والله بقى يقدروا ما يقدروش، دي مشكلتهم. انا اصول يعني مش قد كده قوي يعني. طيب انا هقول لك على فكره كويسه، ايه رايك لو خدت واحده منهم ترقص لك الرقصه اللي على مزاجك لوحدكم؟ يا عم انت بتقول ايه؟ يا عم انا ماليش في الكلام ده خالص، طول عمري ماليش في ده. يا سيدي نجرب، في حاجه اسمها اول مره. اسمع مني اللي بقول لك عليه، الست ما بتتمسحش من جواك، لازم دايما تكتف فوقيها وتشخبط علشان تتطمس. والله انا مش فاهم حاجه، بس يعني يا سيدي انت خايف من ايه؟ بنات زي القمر، وطبعا احنا بنتكلم في المستورد، بلاش بقى منتج محلي النهارده. هتطلع اوضهم هنا، اكلك وشربك هيجوا لك لحد عندك، تعيش اللحظه، وبكره نتكلم. يبقى التوتر ده هدي قوي. اسمع مني. ماشي. بتشوف. طيب في المستورد ده انهي واحده عجباك؟ ولا اجيب لك الثلاثه؟ يا عم كلهم ثلاثه ايه بس؟ نص حلو على اه فهمت دماغك، فتشي ملعون. الو مساء الخير، ازيك فاضل بيه؟ معلش انا اسف على الازعاج معاليك. والله هو كان في بس مشكله كده تخص الكابتن اسامه. يا ريت تشرفنا. طيب انا مستني معاليك في الفندق اللي كنتوا سهرانين فيه. اوكي يا باشا، بشكل جدا، مع السلامه.
روق يا كابتن، ان شاء الله تتحل. روق.